مساء الفل على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف وحصاد الأسبوع. الحقيقة حلقتنا النهاردة عندنا أخبار كتيرة جدا جدا من كل العالم الحقيقة، لكن أكيد بشكل خاص عن بطولة الأمم الأفريقية أبيجان 2023. لكن قبل ما نتكلم على منتخبنا وقبل ما نتكلم على البطولة ونتائجها والمتوقع الفترة اللي جاية، العادة بتاعتنا دايما نتقدم بأخبار نادينا العظيم النادي الأهلي اللي دايما الحقيقة بيتصدر المشهد، خاصة كمان النهاردة بعد التتويج بجائزة جلوب سوكر الخاصة بأفضل نادي في الشرق الأوسط، وهي الجائزة الحقيقة اللي بتعكس حاجات كتير جدا جدا للنادي الأهلي. النجاحات اللي بيحققها النادي الأهلي على كافة المستويات، سواء المستويات المحلية القارية العالمية، وينعكس أكيد بالإيجاب على قيمة النادي الأهلي. وتكلمنا على نقطة مهمة جدا، إن الجوائز طبعا من تنظيم عظيم جدا، من إن النادي الأهلي كمان بيتوج بمجهودات كبيرة جدا على مستوى كرة القدم خاصة وعلى مستوى المنشآت، لكن كمان على القيمة التسويقية والعلامة التجارية للنادي الأهلي. الحقيقة اللي مهم جدا جدا نعرف إن هذه الجوائز بتضع العلامة التجارية للنادي الأهلي في أعلى معدلاتها، مما يؤدي زي ما احنا شايفين للحقيقة يعني تسارع الرعاة للتعاقد مع النادي الأهلي. النادي الأهلي سيظل خير سفير للكرة المصرية في كافة المحافل والمنافسات الرياضية، دي حقيقة. النهاردة الكابتن محمود الخطيب كان حاضر في الاحتفالية اللي قدمتها أو بتقدمها مؤسسة جلوب سكر بدولة الإمارات العربية الشقيقة. الحقيقة كان في حضور كوكبة كبيرة جدا جدا من مسؤولي ونجوم كرة القدم في العالم. تم توجيه طبعا الدعوة ليهم لحضور الاحتفالية الضخمة في دولة الإمارات الشقيقة. رافق الكابتن محمود الخطيب طبعا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب الحقيقة والنادي الأهلي طبعا حقق في 2023 حقق الدوري والكاس والسوبر المحلي مرتين، دوري أبطال أفريقيا، المشاركة في كاس العالم للأندية بالمغرب، تلاها المشاركة في كاس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية والتتويج ببرونزية المونديال. الحقيقة كان موسم 2023 الحقيقة كان موسم استثنائي، مش هقول استثنائي ولكن تاريخي للنادي الأهلي. الحقيقة 5 بطولات على مستوى عالي جدا، النادي الأهلي بيشارك في كل البطولات وبيفوز بيها سواء على المستوى المحلي على المستوى القاري على المستوى كمان العالمي من خلال كأس العالم للأندية. الحقيقة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب كان ليه كلمة حقيقة في هذه الاحتفالية الرائعة، وأهدى هذه الجائزة الحقيقة لجماهير النادي الأهلي العظيمة، وقال النادي الأهلي جماهيره هي السيف والدرع للنادي الأهلي وهي رقم واحد في المنظومة. كمان الكابتن محمود الخطيب أهدى هذه الجائزة لسيادة الوزير العمري فاروق، وتمنى إن شاء الله في أقرب وقت، ودعواتنا مستمرة الحقيقة لعودة طبعا الأستاذ الكبير والسيد الوزير العمري فاروق، يعود إن شاء الله قريبا لأسرته وبيته، سواء في بيته مع أسرته أو في بيته التاني النادي الأهلي. كان الكابتن محمود الخطيب وكلنا الحقيقة عمرنا ما نسينا العمري فاروق، كلنا بندعو ليه إن شاء الله بالشفاء العاجل. ده على مستوى طبعا النادي الأهلي والجائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في الشرق الأوسط، وكان الحقيقة احتفالية أكتر من رائعة، وحضور النادي الأهلي الحقيقة على منصات التتويج سواء في الملاعب أو على مستوى الاحتفاليات والجوائز العالمية والأفريقية والمحلية الحقيقة متواجد بقوة في موسم أكتر من رائع. إن شاء الله بإذن الله تتواصل هذه الإنجازات في 2024، وبإذن الله دايما الأهلي في المقدمة. النهاردة هنتواصل مع حضراتكم حقيقة في مختلف زي ما قلت لحضراتكم في يعني مختلف الملفات في الكرة المصرية، لكن أكيد هيكون لينا طبعا نظرة إن شاء الله تكون مميزة في البطولة الأفريقية أبيجان 2024.
24 الحقيقة بطولة كانت في بدايتها بطولة المفاجآت الحقيقة، وتعثر الفرق أو المنتخبات العربية فيما عدا المنتخب المغربي. لكن الحقيقة كلام كتير قوي عن منتخبنا خلال الفترة اللي فاتت، هنتكلم بالتفصيل طبعا، ولكن خلينا في البداية نتعرف مع حضراتكم على يعني الرؤية العامة أو الرأي العام في مصر هنا. خلينا نتكلم على الجماهير المصرية، واللي الحقيقة كل الناس يعني أكيد اللقاء أو اللقاء اللي فات كان لقاء صعب جدا على منتخب مصر. إجمالي اللقاءين الحقيقة لغاية دلوقتي لم ينال إعجاب أو لم يصل إلى درجة الرضا عن أداء المنتخب المصري. المباراة الأولى مباراة كانت أمام موزمبيق 2-2، المباراة الثانية بنفس النتيجة أمام المنتخب الغاني. لكن خلينا نتكلم الحقيقة على نقطة مهمة جدا، لماذا لم يظهر المنتخب المصري بالحالة اللي كنا نتوقعها؟ الحقيقة كان كلنا متوقعين أداء أفضل في المباراتين، خاصة المباراة الأولى. المباراة الثانية الأداء تحسن شوية في الشوط الثاني، لكن كلام كتير عن الأداء الفني للعيبة، كلام كتير جدا على أداء روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا، وما ينتظر مصير المنتخب المصري، خاصة النهاردة كان في مباراة الرأس الأخضر مع موزمبيق، والحقيقة فريق الكاب فيردي اكتسح فريق موزمبيق بثلاثية نظيفة. هرجع مع حضراتكم، ولما قبل أيام القرعة وقرعة كأس الأمم الأفريقية، لما وقعنا في المجموعة فيها مصر وفيها غانا وفيها موزمبيق وفيها الرأس الأخضر، كل الناس بتتكلم إن خلاص موضوع ما بين مصر وغانا. ونيجي عند نقطة، هل تغيرت خريطة الكرة الأفريقية؟ بالتأكيد، وأكثر دليل على اللي بقوله لحضراتكم إن الرأس الأخضر هي متصدرة المجموعة الثانية اللي فيها مين؟ فيها مصر وفيها غانا. على مستوى التاريخ مصر وغانا، على مستوى تاريخ الكرة الأفريقية حدث ولا حرج، الرأس الأخضر على مستوى التاريخ الأفريقي لسه بتخطو أول خطواتها، ولكن الحقيقة ده أكبر دليل إن خريطة الكرة الأفريقية بتتغير وبسرعة وبرتم سريع جدا جدا. وده اللي يمكن قلق الواحد شوية، يعني قلق الواحد شوية. إن شاء الله بإذن الله هنعدي المجموعة، يعني إن شاء الله بإذن الله الموقف إلى حد كبير لسه الأمور في إيدينا، نفوز على الرأس الأخضر يبقى إحنا إن شاء الله في المركز الثاني، وملناش دعوة بقى نتيجة غانا وموزمبيق هيعملوا إيه. وهو ده التارجت، هو ده الأساس بتاعنا. مش عايزين نخش المباراة وبنفكر أصل غانا لو كسبت موزمبيق، أصل موزمبيق لو كسبت غانا، الكلام دوت الحقيقة غير مقبول إن إحنا نطرحه، لأن إحنا عندنا مازال تحديد مصيرنا بإيدينا، نكسب الرأس الأخضر ونكون رسميا في الدور ال 16. لكن اللي بتكلم عليه الحقيقه اكبر من انك هتكسب مباراه ولا لا، اللي بتكلم عليه هو التطور السريع جدا في الكره الافريقيه، بدليل ان الراس الاخضر في مجموعه فيها مصر وغانا بتتصدر المشهد وعن جداره، ما بتتكلمش ان هو فرقه بالحظ كسبت واحد بضرب الجزاء او لا، فرقه عامله مباراتين على اعلى مستوى، بتكسب غانا وبتكسب كمان موزمبيق 3-0 وبأداء أكتر من رائع، فرقة بتلعب كرة على الأرض، بتعمل بيلد أب كويس، عندها شكل هجومي وعندها شكل دفاعي. فده أكبر دليل إن فعلا الخريطة الأفريقية وما بقاش خلاص ما بين قوسين الأسماء الكبيرة هي اللي بتلعب في الملعب أو متسيدة الموقف. قد تكون في يعني في أو في الخطوات القادمة في البطولة هتتوقف شوية عند المنتخبات الكبيرة، ولكن حذاري الحقيقة، حذاري وأنا بحذر من الجزئية ديت، إن إحنا بتكلم بشكل عام بشكل شامل، إن إحنا لو عايزين نستمر على قمة الكرة الأفريقية من خلال منتخبنا، لغاية دلوقتي إحنا أكبر دولة، أكبر منتخب في عدد الألقاب في البطولة الأفريقية بسبع ألقاب، لكن على النظرة البعيدة شوية الحقيقة لازم نشتغل بشكل أكتر احترافية، سواء على مستوى لاعبتنا المحترفين وعددها على مستوى الدوري وإفرازه للاعبين دوليين على مستوى المسابقات على كل دوت. الحقيقة على ملف المصريين ذو الجنسية المزدوجة اللي بيلعبوا في أوروبا، وإزاي نستقطب هؤلاء اللاعبين عشان يكون عندنا عدد كبير جدا من اللعيبة المحترفة. يعني الواحد بيقول الرأس الأخضر بعدد كبير جدا بيلعبوا أكتر من 15 لعيب محترف في أوروبا. الحقيقة حاجات كتيرة جدا عايز أتكلم فيها، وهتكلم فيها النهاردة مع حضراتكم من خلال
حلقتنا النهارده عندنا اتنين نجوم كبار من نجوم النادي الاهلي، عندنا الكابتن محمد حشيش والكابتن عمرو الحديدي، هنتناقش في هذه الموضوعات ومنتخبنا مشواره اللي جاي ايه، ايه الاخطاء اللي وقع فيها روي فيتوريا، ايه اخطاء اللعيبه نفسها داخل الملعب، وهتكلم على الجرينت، على السبيريت، على الروح القتاليه يمكن اللي غابت في مباراه موزمبيق والشوط الاولاني في مباراه غانا، ويمكن استفقنا في الشوط الثاني امام منتخب غانا. ما بتكلمش فانا بتكلم على سبيريت الاصرار والعزيمه والقوه في الاداء والاصرار على المكسب والعوده للمباراه. كل الحاجات دي الحقيقه ما ظهرتش خلال ماتش ونص، وظهرت خلال شوط واحد. هي ديت نقطه التحول ان شاء الله في اداء منتخبنا ان شاء الله باذن الله، اللي انا اتوقع باذن الله ان احنا هنعدي في هذه المجموعه. الجزء الخاص بالسوشيال ميديا الحقيقه كلام كتير جدا جدا في السوشيال ميديا عن التقييمات وعن اللعيبه و و و و وكان يستوقفني الحقيقه كذا كذا جزء منها. بعض المواقع الكبيره الحقيقه كانت بتستهدف او بتقول ان امام عاشور أسوأ لاعب في المنتخب المصري اداء، وده بعد مباراه امبارح، يعني كان ممكن تطلعها بعد مباراه موزمبيق. لكن يعني نقطه ومن اول السطر ده كان عندي اعتراض عن الجمله دي خالص، وزي ما بقول تاني وقلتها مع حضراتكم هنا في المحترف قبل البطوله ما بتبدا، ان انت اول ما في تجمع للمنتخب وفي مباريات للمنتخب احنا كنا بنطالب اللعيبه بايه؟ كنا بنطالب اللعيبه انك تقلع تيشيرت النادي بتاعك احمر اصفر اخضر ازرق اي لون، خلاص انت بتقلع هذا التيشيرت وبتلبس تيشيرت منتخب مصر. ده مهم جدا للجماهير، ومهم جدا للي شغالين في المواقع، ومهم جدا اللي عندهم بعض الصفحات، انك بتقلع تيشيرت الانتماء بتاعك. خلاص دلوقتي وقت مصر، دلوقتي وقت مصر، ودلوقتي وقت المنتخب المصري. كل الدعم والمساندة اكيد للمنتخب المصري، كل الدعم والمساندة للجهاز الفني واللاعبين. انتقد زي ما انت عايز، قول رايك زي ما انت عايز، لكن انك تحاول تهد في بعض اللاعبين، تحاول تهد في بعض معنويات اللاعبين والجهاز الفني، ده مش مطلوب الحقيقه. قول رايك الفني في التشكيل ده، كان المفروض يلعب، ده المفروض يلعب، نلعب 4 4 2، لا نلعب 4 2 3 1 4 1، يعني قول كل اللي انت عايزه، لكن ما تتطرقش لجزئيه ان انت ممكن جدا تحطم معنويات سواء اللاعبين او الجهاز الفني، او توصل صوره ان انعدمت الثقه في هؤلاء اللاعبين، واحنا كده كده خارجين، وايه اللي بيحصل دوت، وايه القرف ده، والكلام اللي هو اصلا ملوش لازمه، والحقيقه بيبعت رساله سلبيه. واحنا وفرقتنا ومنتخبنا وبلدنا محتاجين في الوقت دوت الطاقه الايجابيه، الطاقه الايجابيه. مش راضيين عن الاداء، انا معاكم مليون في الميه مش راضيين عن الاداء، في بعض الاخطاء الفنيه مليون في الميه، في بعض الاخطاء على مستوى اللاعبين مليون في الميه، كل ده على جنب. ولكن بعد ما نخلص حوارنا ومناقشتنا واختلافاتنا في بعض الامور هنيجي في الاخر نحط نقطه من اول السطر. السطر بيقول ايه؟ احنا كلنا ثقه وعندنا امل كبير جدا في منتخبنا، واحنا فرقه كبيره وقادرين ان شاء الله ان احنا نوصل لابعد نقطه، وواثقين في جهازنا الفني هيصحح اخطائه، عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبتنا ان المباراه اللي جايه ان شاء الله هنشوف الروح والعزيمه من اول دقيقه، مش في الدقيقه 45 او في الدقيقه 80، هنشوف من اول دقيقه ضغط عالي، هنشوف الروح القتاليه العاليه، هنشوف الصراع على كل كوره، وان احنا هنموت ونجيب جون، وبعد ما نجيب جون نجيب الثاني، وبعد ما نجيب الثاني نجيب الثالث. هو ده اللي عايزه او عايزين نشوفه، بعيدا حتى عن الفنيات والجماليات، الروح الإصرار العزيمة. لأن زي ما بقول لك أنت قلعت التيشيرت بتاع ناديك ولابس أجلى تيشيرت ممكن يرتديه أي لاعب كرة في العالم، مش في مصر بس، تيشيرت البلد اللي أنت بتمثلها، ده شرف ما بعده شرف، وإنك لازم في كل لحظة بتأدي فيها أنت بتأدي بقتالية، بروح عالية جدا، بسبيريت عالي جدا، وخلي يعني النتيجة كده على الله. لكن أنت لما بتعمل دوت بإمكانياتك المعروفة أكيد إن شاء الله ربنا هيكرمك. الحقيقة ده كان مهم جدا نقوله، ومن هنا من قناة النادي الأهلي تاني بقول بنبعث رسالة إيجابية لمنتخبنا، إدارة فنية ولاعبين، عندنا إن شاء الله ثقة فيكم كبيرة جدا، إن شاء الله الأداء يتحسن، إن شاء الله الروح القتالية تكون موجود من أول دقيقة لآخر دقيقة، وبإذن الله نعدي مباراة الرأس الأخضر بفوز، وتكون دي إن شاء الله انطلاقة جديدة لمنتخبنا للحصول على النجمة الثامنة. النجمة الثامنة إن شاء الله كلنا نتمنى إن شاء الله هذه النجمة تتوج وتتحط كمان على تيشيرت المنتخب المصري. خلينا يعني اتكلمنا على منتخبنا واتكلمنا على النادي الأهلي، يعني عندنا أخبار سريعة كده عن نادينا كمان النادي الأهلي. الحقيقة
معسكر استعدادا وترتيب معسكر الامارات للنادي الاهلي. ان شاء الله بينهي الجهاز الفني ومجلس الاداره كافه ترتيبات هذا المعسكر في الامارات في خلال التوقف الدولي الحالي. كان مستر كولر منح اللاعبين راحه 24 ساعه، كان يوم الاربعاء مديهم راحه، خلاص اللاعبين رجعوا تاني للتدريبات امبارح، وكان الحقيقه في حاله كبيره جدا جدا من الجديه. زي ما حضراتكم عارفين كان في تصعيد ل 10 لاعبين من فريق الشباب النادي للتدريبات، ومستر كل لغايه دلوقتي عنده اعجاب بمستوى بعض اللاعبين، وعنده يعني رؤيه الحمد لله ايجابيه بالنسبه لهؤلاء اللاعبين. طبعا مشاركه لاعبي قطاع الناشئين طبعا زي ما احنا عارفين لاعبين كتير جدا جدا من النادي الاهلي بتمثل منتخباتها، سواء المنتخب المالي او المغربي او المنتخب الاسف التونسي والمنتخب المصري. كان في اجتماع عمله كولر مع الجهاز المعاون النهارده لمناقشه الامور المتعلقه ببرنامج الاعداد والتدريبات الخاصه بالفتره اللي جايه. بالنسبه للمصابين، المصابين عندنا احمد عبد القادر ما زال لسه شويه، كان عنده لسه في فتره التاهيل. رضا سليم الحقيقه بيتعافى بشكل سريع جدا، ولكن لسه تحت وبيخضع لفقرات من البرامج الخاصه به تحت اشراف الجهاز الطبي بالنادي الاهلي. الحقيقه النهارده زي ما بقول لحضراتكم استعدادات كمان النادي الاهلي ل يعني في 10 لاعبين موجودين في ان شاء الله رحله للامارات لمده تقريبا 8 ايام او 9 ايام هنكون موجودين في الامارات، هتخللها بعض المباريات الوديه. الاصابات زي ما بقول لحضراتكم ان شاء الله رضا سليم يعني ممكن نقول من اسبوعين لثلاثه باذن الله يكون موجود بشكل اساسي مع فرقتنا. عبد القادر لسه قدامه شويه يعني كمان من تقريبا من 3 اسابيع شهر ممكن يكون موجود. فان شاء الله عوده المصابين مع ان شاء الله عوده اللعيبه، ان شاء الله لعيبه الاهلي مع المنتخب منتصرين وحاملين لقب البطوله الافريقيه ان شاء الله، كل دوت نزق والحاله المعنويه تعلى علشان يعني النادي الاهلي يتواصل ان شاء الله في 2024 لتحقيق باذن الله كل البطولات اعلى المستوى المحلي وعلى المستوى القاري. عندنا يعني النهارده زي ما بقول لحضراتكم الحلقه مليئه بطبعا الاخبار، وعندنا زي ما قلت لحضراتكم يعني النهارده اثنين نجوم من نجوم النادي الاهلي هيكون مشرفينا النهارده، الكابتن محمد حشيش والكابتن عمرو الحديدي. لغه الارقام النهارده محمد الباز محضر لنا الحقيقه يعني اخبار عن منتخبنا وبعض الارقام، لكن معانا تقرير يعني تقرير عن منتخب مصر اكيد، ويعني بنقول الفرصه الاخيره للمنتخب المصري للوصول لدور ال16. خليني ابدا باخر كلمه اتقالت في التقرير، الروح القتاليه العاليه اللي سيطرت على منتخبنا في اخر او الشوط الثاني من مباراه غانا. الباراجراف دوت الحقيقه لازم يتنقل للعيبه والجهاز الفني ان احنا مش عايزين يبقى في الشوط الثاني، احنا عايزين هذه الروح القتاليه العاليه والاصرار والعزيمه، انك لازم تصدق انك منتخب محترم، لازم تصدق، لان في وقت من الاوقات بحس ان اللعيبه فقدت الثقه في نفسها. انت منتخب مصر، انت افضل منتخب على مستوى القاره في هذه البطوله، على مستوى التتويجات، على مستوى التتويج بهذه البطوله، انت لازم يكون عندك ثقه في نفسك، ما يكونش عندك غرور. تعال على الخصم، ده مرفوض تماما. اللي ظهر في مباراه موزمبيق انك بعد ما جبت الجون الاولاني بدات تحس المباراه سهله، الماتش بتاعنا اتقلبت الدنيا عليك، ده خلاص يا جماعه ده انتهى. في الكره العالميه ما بقتش كده، الكوره بقت مختلفه نهائيا، والكوره بقى فيها تركيز 120 و150% من اول ثانيه لاخر ثانيه. اللي بيخرج عن تركيزه العقاب بيجي يعني بشكل كبير جدا وبشكل مؤلم. يعني الحالة طبعا الموقف زي ما يمكن التقرير شرحه، الموقف ما كناش نتمناه، كنا نتمنى ان بعد الجولة الثانية بتحسم الامور، لكن ما زالت الامور في ايدينا، وما زال يعني ان شاء الله الوصول للدور ال16 لسه في ايدينا، ولكن الفوز على منتخب محترم زي منتخب الرأس الاخضر. منتخب الرأس الاخضر منتخب جيد جدا على مستوى المستوى الجماعي، ما تقدرش تقول فيه نجم واحد او اثنين نجوم، الفرقه بتلعب كره جماعيه بشكل كويس قوي، عندهم شراسه هجوميه بشكل كبير، مش على مستوى فترات طويله من المباراه، لكن انت تحس في بعض الاحيان انك انت مسيطر، ولكن في لحظه من اللحظات عندهم سرعه الانتقال من الحاله الدفاعيه للهجوميه عاليه جدا، وبيسبب مشاكل كتير شفناها النهارده في مباراه موزمبيق. وبالتالي انت مطالب بحاجات كتيره جدا في مباراه جزر القمر، على مستوى التشكيل لازم يكون عندك تشكيل مناسب
لطريقه امام الراس الاخضر اسف، لازم يكون عندك تشكيل مناسب جدا للمباراه، لازم انت تكون حاطط سيناريو لهذه المباراه بشكل كبير جدا، لازم يكون على مستوى الضغط لازم يكون افضل من كده، سواء ضغط عالي او في وسط الملعب، لازم يكون عندك شراسه هجوميه اكتر من كده، لان الحقيقه كمان فريق الاعداد الحقيقه مشكورا عمل بعض اللاعبين الخريطه الحراريه لبعض اللاعبين. تفتكروا لحضراتكم يمكن المباراه موزمبيق كنا اتكلمنا على تريزيجيه الخريطه الحراريه بتاعته كانت عامله ازاي، بعيد تماما عن منطقه الخطر، اتكلمنا عن الخريطه الحراريه بتاعت محمد صلاح في مباراه موزمبيق ان هو الراجل كان تقريبا بيلعب في نص الملعب وبعيد تماما عن منطقه الخطوره او المنطقه اللي هو مميز بيها. اتكلمنا كمان على يعني الخريطة الحرارية لمحمد حمدي مثلا الباك الشمال. النهاردة كمان عندنا الخريطة الحرارية لمصطفى محمد مثلا. مصطفى محمد لغاية دلوقتي من أفضل اللاعبين المنتخب المصري في هذه البطولة، راجل في الملعب يعني دايما كده بنقولها بلغة الكورة، ودي بتاخد يعني بتلم معاها كل حاجة، لما بنقول ده الولد ده راجل في الملعب يبقى بيأدي شكل دفاعي كويس وشكل هجومي كويس وبيأدي على مستوى مركزه، بيعمل الحقيقة حاجات كتيرة جدا، بيطلع بره ال 18 عشان يدخل حد من نص الملعب، يعني كمان مش بس بيقوم بدوره كراس حربة لكن كمان بيقوم بدوره ممكن جدا تلاقيه بيخرج كتير من ال 18 والخريطة الحرارية هتبين لنا ان غريب قوي ان مصطفى محمد بعيد شويه عن منطقة ال 18 رغم وجوده كثيرا جدا في المباراة في لحظات معينة جوه ال 18. مصطفى محمد الحقيقة لعيب مميز جدا من افضل اللاعبين، انا شايف ان تريزيجيه من افضل اللاعبين الموجودين في منتخب مصر خلال الماتشين اللي فاتوا، شايف ان عمر مرموش كمان في مستوى اكتر من رائع، ولازم نستفيد بعمر مرموش في الحته اللي يطلع لك منها انتاج كتير. عمر مرموش على مستوى الجناح جناح جيد جدا، ولكن انا شايف ان عمر مرموش وده اللي حصل في مباراه غانا انه يخش في جنب مصطفى محمد كراس حرب. ده الخريطه الحراريه لمصطفى محمد. برضو تاني هراجع مع حضراتكم الجزء الاحمر ده هو الاكثر تواجدا، مصطفى محمد الجزء الشادو الاحمر ده الاكثر تواجدا، الاصفر الاقل تواجدا لوجود مصطفى محمد، لكن تقريبا ما شاء الله مسح الملعب كله، لكن كمان بره حدود الخطوره وبره حدود المطلوب. ده غصب عنه ليه؟ لان الحقيقه ما كانش في جمل واضحه على المستوى الهجومي ان احنا نقدر احنا بنلعب على الاطراف، بنستغل الاطراف او بنستغل الباك اليمين او الباك الشمال، فهيبقى في كورسات فهتلاقي مصطفى محمد تواجده اكتر جوه ال 18. طيب على مستوى التمريرات والتمريرات العميقه من العمق فهتلاقي مصطفى محمد شويه كمان على القوس، لكن علشان مصطفى محمد الحقيقه بينزل كتير جدا عشان يستلم الكوره عشان يبدا يفتح شويه ثغرات ومساحات خلف ظهره، كان لازم الجزئيه دي لازم هيخش فيها الاطراف. لو كنت بتكلم على محمد صلاح في الشوط الاولاني، لو كنت بتكلم على عمر مرموش، لكن الحقيقه مصطفى محمد من افضل اللعيبه الموجوده في منتخب مصر. وزي ما بقول لحضراتكم الشراسه الهجوميه عندنا ظهرت في اخر نص ساعه مباراه غانا، ده لازم يكون موجود المباراه اللي جايه. انا دايما ببص لقدام، باخد اخطاء يمكن الفترات اللي فاتت ولازم اتكلم على اللي جاي. عمر مرموش قدام حضراتكم بيلعب طبعا طرف او بيلعب جناح شمال، الخريطه الحراريه جيده جدا، كمان لازم يكون في تواجد اكتر شويه لعمر مرموش جوه ال 18. وانا بقول لحضراتكم لو عمر مرموش لعب جنب مصطفى محمد او تحت مصطفى محمد شويه ممكن جدا هتلاقي تاثير كبير جدا ايجابي على المرمى زي ما شفناه في مباراه غانا. على مستوى الاطراف لعيب كويس وشفناه يعني بيمر بشكل كويس، وكان في مش عارفين يوقفوه، كان دايما في فاولات على عمر مرموش وهو بيلعب وينج شمال، لكن اول ما بيخش جوه مايل شويه جوه ال 18 تحت مصطفى محمد شويه هتلاقي قريب جدا من ال 18 وهتلاقي قريب جدا انه من مرحله التسديد ومرحله التسجيل، وده اللي شفناه في يمكن الهدف اللي احرزه عمر مرموش. دي خريطة الحرارية لإمام عاشور. إمام عاشور الحقيقة كان أفضل اللاعبين من أفضل اللاعبين خاصة في الشوط الثاني مجهودا
يعني وشكل ايجابي في الحاله الهجوميه والحاله الدفاعيه، بيمسح منطقه كبيره جدا جدا خاصه ناحيه الشمال، شمال الصوره اللي قدام حضراتكم، تواجد كبير جدا جدا في النواحي الهجوميه بعد خط النص، وكمان بيساعد جدا في النواحي الدفاعيه. لكن كمان مطلوب من امام عاشور كمان ان هو يكمل كرقم 8 ويزيد بشكل كويس. دول الحقيقه ثلاث لعيبه كان الخريطه الحراريه بتبين ان ما زالت الشراسه الهجوميه عند منتخب مصر لسه مش في افضل حالاتها. ظهرت بشكل كبير جدا في اخر تلت ساعه، اخر نص ساعه مباراه غانا، لكن انا زي ما بقول لحضراتكم كل دوت بنتكلم على الماضي، خلاص احنا الماضي مش هنقدر نعمل فيه حاجه، لكن ناخد من الجزء دوت المباريات اللي فاتت وخاصه مباراه غانا ونبني عليه للمباراه اللي جايه، وخاصه ان المنافس مختلف شويه. منتخب غانا مع احترامي للاسم الكبير ما كانش المنتخب القوي، ما كانش المنتخب اللي يخوف منتخب مصر، ما عملش خطورة على المرمى إلا من أخطاء، الحقيقة أخطاء صعبة جدا جدا من منتخبنا احنا. يعني عندهم محمد قدوس هو لعيب مميز جدا، استغل ثغرتين قدر يحرز هدفين، لكن على مستوى ان هم ضغطونا وفي فرص كتير ما كانش موجود. وبالتالي انت هتلاعب منتخب الرأس الأخضر، منتخب مختلف من حيث لعبه الكرة، طلوعه بالكرة، الهجمات المرتدة السريعة اللي بيعملها، بيلعبوا بلوك زون بشكل كويس، وعندهم قدرات فردية قد تفوق بعض القدرات الفنية للاعبي منتخب غانا، رغم اسم غانا الكبير، ولكن منتخب الرأس الأخضر أثبت خلال الماتشين اللي فاتوا وخاصة مباراة النهاردة أن هو الحقيقة منتخب قوي ومنتخب يستحق الاحترام. بعض الناس بتقول خلاص بقى، يعني خلاص هو مباراة بالنسبة لنا هتبقى مباراة الراجل هيريح اللعيبة بتاعته وهتبقى هيلعب بالصف الثاني، هو ضمن دلوقتي خلاص صدارة المجموعة فهينزل اللعيبة اللي ما لعبتش. بتفق معاك مع الحرص ان اللعيبة اللي ما بتلعبش دي كمان لعيبة ممتازة، لعيبة جيدة، مش لعيبة كسر، يعني اللي هو اللي بيلعب هو اللي كويس واللي قاعد بره ما بيلعبش، لا بالعكس، ده اللي كمان اللي ما بيلعبش عنده رغبة وعنده إصرار وعنده قوة بدنية لأنه عنده مخزون من اللياقة البدنية، الراجل ما لعبش فترات طويلة الماتشين اللي فات، فهتلاقي طاقة كبيرة جدا، هتلاقي قوة كبيرة جدا، هتلاقي سرعة، وهتلاقي كمان فنيات بشكل كبير. إزاي نقابل دوت من خلال منتخبنا المصري؟ هناقش مع حضراتكم ومع ضيوفنا النهاردة اللي هيشرفونا في المحترف إزاي منتخب مصر إن شاء الله بإذن الله يفوز على منتخب الرأس الأخضر ويضمن التأهل إلى الدور الثاني إن شاء الله دور الستاشر، وبإذن الله هيكون لنا كلام فني. تعالوا مع حضراتكم نشوف ترتيب مجموعة مصر، يعني بعد طبعا جولتين في دي المجموعة الثانية بعد التعادل مع موزمبيق والتعادل مع غانا. قدام حضراتكم الرأس الأخضر ضمن التأهل بست نقاط، لعب مباراتين فاز المباراتين وليه خمس اهداف، احرز خمس اهداف في مباراتين، ده مؤشر انه لا فرقه عندها شراسه هجوميه وبيلعبوا كوره حديثه. المنتخب المصري عنده نقطتين من تعادلين وليه اربع اهداف، غانا في المركز الثالث بنقطه واحده وليه ثلاث اهداف، موزمبيق في المركز الرابع بنقطه واحده. ان شاء الله باذن الله زي ما بقول لحضراتكم انا ما بحبش اخش في حسابات كتيره، طب مصر لو اتعادلت، طب مصر لو اتغلبت لا قدر الله، طب غانا هتعمل ايه. ان شاء الله باذن الله منتخب مصر يكسب هذه المباراه ويتاهل خلاص رسميا للدور الثاني. زي ما قلت لحضراتكم احنا على مستوى الجماهير وعلى مستوى النقاد وعلى مستوى محبي منتخب مصر ان شاء الله كل الدعم وكل المسانده. في بعض الاخطاء لازم تتصلح بشكل كبير، التشكيل لازم يتغير بشكل او باخر. النقطة المهمة اللي أنا بتكلم عليها إن الروح والإصرار والعزيمة وإنك بتلعب باسم تيشيرت مصر اللي أنت لابسه دوت اسم كبير جدا، لازم تحارب من أول دقيقة لآخر دقيقة، كل دوت صدقوني لو ده حصل هتلاقوا منتخب مصر شكله كمان أفضل من آخر نص ساعة أمام غانا، هنلاقي شكلنا أفضل كمان لأن أنت بتطلع كل عندك، إمكانياتك بتظهر بدري، وبالتالي كل الاحترام للرأس الأخضر، لكن احنا كمان منتخب مصر وإن شاء الله أنا عندي ثقة كبيرة إن أنت هتلاقي منتخب مصر شكل مختلف بإذن الله المباراة اللي جاية. كمان عايزين نعرف النتائج لغاية دلوقتي من بداية الجولة الثانية على مستوى البطولة كلها. طبعا غينيا الاستوائية أمام غينيا بيساو، كان المباراة امبارح مباراة رائعة الحقيقة على مستوى الهجومي، فوز غينيا الاستوائية 4-2 على غينيا بيساو. كوت ديفوار وهزيمة أمام نيجيريا، الحقيقة كوت ديفوار كمان المباراة أمام نيجيريا أدوا أداء سيء جدا، نيجيريا بتعود لطبعا
صدارة المجموعة مصر أمام غانا والنتيجة 2-2، كاب فيردي والفوز على موزمبيق 3-0، والسنغال والكاميرون لغاية دلوقتي نتيجة 1-0. كمان السنغال يا جماعة فرقة تقيلة قوي الحقيقة، السنغال فرقة تقيلة جدا جدا، واعتقادي الشخصي انها ممكن تروح لنقطة بعيدة جدا، لان على مستوى اللاعبين الموجودين، على مستوى الاداء اللي بيأدوه، على مستوى الاصرار، على مستوى الدكة، على كل المستويات الحقيقة السنغال، ومش دلوقتي السنغال الحقيقة بتقدم مردود طيب جدا جدا في كل مستويات، سواء منتخب اول، منتخب اولمبي، منتخب شباب، كرة شاطئية، كرة نسائية، في طفرة كبيرة جدا جدا في السنغال، والحقيقة بتحصد دلوقتي يعني نتائج وتعب هذه السنين. عايز اقول لحضراتكم ان يمكن مباراة غينيا الاستوائية زي ما قلنا مع غينيا بيساو اللي كان انتهت بفوز الاستوائية برباعية، دي شهدت تسجيل قائد غينيا الاستوائية ايميليو تساي، ده لهاتريك، ظاهرة يمكن تقريبا نسيناها في البطولة الافريقية ان واحد يعني يسجل 3 اهداف، كان اخر هاتريك في بطولة افريقيا ده تقريبا من 16 سنة، نسخة 2008 اللي فاز بيها منتخب مصر طبعا مع طبعا المدير الفني القدير الكابتن حسن شحاته. زي ما قلت لحضراتكم النهارده عندنا كلام كتير جدا عن بطولة افريقيا بشكل كامل وموسع، هنلقي الضوء بشكل خاص على منتخبنا، ظهوره في البطولة لغاية دلوقتي، فرصنا ان شاء الله في المباراة اللي جاية، وكمان رؤيتنا لما بعد ذلك ان شاء الله بلغة الارقام مع محمد الباز، وكمان 2 نجوم كبار على مستوى طبعا النجومية وعلى مستوى التحليل الفني، هنتكلم مع الكابتن محمد حشيش ونتكلم مع الكابتن عمرو الحديدي علشان ان شاء الله باذن الله نقدم لحضراتكم وجبه دسمه خاصه بمنتخب مصر. هنتكلم كمان عن التحكيم المصري في البطوله، الحقيقه يعني تحكيم رائع جدا جدا لغايه دلوقتي في ارض الملعب، ومن خلال كمان حكامنا المصريين خلف شاشات الفار بيقدموا شكل اكتر من رائع، يعني كل التحيه لحكامنا الموجودين في كوت ديفوار ساحل العاج، بيقدموا مردود طيب يليق باسم التحكيم المصري. نروح لفاصل سريع جدا، بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا هنا في المحترف الكابتن محمد حشيش والكابتن عمرو الحديد. اهلا بحضراتكم مره تانية، يعني خلينا نرحب بضيوفنا النهارده، معانا نجمين كبار، النجم الكابتن الكبير محمد حشيش. كابتن محمد مساء الفل عليك. مساء الفل، وان ازيك. ومعانا الكابتن الكبير الكابتن عمرو الحديدي. مساء الفل عليك يا كابتن عمرو. مساء الفل يا كابتن هاني، منورين. ربنا يخليك ابو الكبات. عاملين ايه، مبسوطين؟ تمام. مش قوي مش قوي. متضايقين؟ لا مش مبسوطين خالص. مبسوطين خالص طبعا طبعا. رؤيتك كابتن سريعا، يعني طبعا اتكلم كده بلغه، يعني بعيدا عن حضرتك نجم كبير ونجم كوره كبير، عايز تنقل احساس الجماهير العاديه اللي بتتفرج على القهاوي اللي ملهاش يعني ملهاش غير انها عايزه تشوف بلدها في احسن حال، وانت بتتفرج كده على الماتشين اللي فات، ايه الشعور اللي عندك دلوقتي؟ ببساطه يعني الناس كلها كانت بعيده عن منتخب مصر خلال الفتره اللي فاتت، لما قرب كاس الامم ابتدت الدنيا طبعا غصبا عننا لازم، لان ده طبعًا دي مصر طبعًا وده فريق منتخب مصر، فكل الناس ابتدت تدعم وتبقى ايه مسانده يعني، ورايحين على اساس ان منتخب مصر ما خدش البطوله بقاله 14 سنه، فعايزين بقى ناخد البطوله دي، مش عايزين ان احنا ندخل دور المجموعات ان احنا نفكر في التاهل ونبتدي يعني احنا وصلنا لمرحله يا هاني ان احنا نفكر في الله، ده احنا ممكن نخش احسن توالت واحسن معرفش ما يعني، بسير المباريات كده اللي جايه انت لسه مش ضامن الدنيا تمشي ازاي بعد مكسب النهارده بتاع الراس الاخضر 3. طب بلغه العاميه كده، ايه اللي مزعلك من المنتخب كده؟ اول حاجه مفيش شكل لمنتخب مصر، ثاني حاجه مفيش الحميه والحماس اللي هي بتاعت اخر ربع ساعه في الماتش بتاع امبارح ده، يعني ليه ما كانش الكلام ده من الماتش الاولاني؟ ليه ما كانش من بدايه الماتش بتاع امبارح الحميه والحماس والكلام ده؟ اللعيبه بتتحرر خفيفه، بتروح بتضغط، مفيش الكلام ده، مفيش يعني مفيش شكل منتخب مصر، مفيش نص ملعب، مفيش صناعه للهجمات، يعني مفيش ترابط، مفيش حاجه، في بطء غير عادي، ده باختصار يعني الكلام كله. ايوه انا زي ما بقول لك هنتكلم في الفنيات وهنتكلم في التشكيل واللعب، لكن
حابب اسمع نبضكم ك يعني واحد بيتفرج على كوره بعيد ان هو نجم كبير، نجم كوره كبير، عنده طبعا عنده خبرات كبيره، لكن عايز انقل احساس الشارع حتى للناس اللي بتتفرج علينا. الناس زعلانه من ايه يا عمرو؟ بص يا كابتن، من الاول خالص لما كابتن محمد قال دلوقتي الهمهمات اللي مشيت في الشارع المصري من بدايه الاختيار ال 55 لاعب، وبعدين بس متعودين على اتعودنا على الكلام ده. مش مش هنتفق ولا نختلف على اللي نقول نسبه 90%. اطلقنا عليك انك جريء يا روي فيتوريا، واخترت باختياراتك، واخترت انت اللي انت محتاجه 27 لاعب اللي يسافروا معاك. اول لما بدات اللي انت نهيت منه في مباراه تنزانيا، اللي احنا ما حسيناش ان اللعيبه، انت دلوقتي بتفكر في اللعيبه بالاسماء اللي موجوده فيها، مع احترامنا الشديد ليهم كلهم على المستوى الشخصي، انا مثلا زي النني بحبه ولا حجازي، ولا انت مصمم انك تحط شكل ما يليقش على المباراه، ما يليقش على الشكل اللي احنا مختلفين عليه ده. انا عايز اقف عند ديت كمان، لما حد بينتقد النجوم الكبار، ما بين قوسين كده النجوم الكبار، عندنا نجوم كلنا بنفتخر بيهم الحقيقه، عندنا نجوم زي النني، عندنا عمر مروج دلوقتي، مصطفى محمد، محمد صلاح، لكن ما بين قوسين كده خلينا نفرق ما بين ان احنا بنقيم لعيب كلعيب. ما حدش يقدر يقيم النني لعيب في الارسنال بقاله 8 9 سنين. التقييم العام لعيبه ممتازه ولعيبه جوده عاليه جدا وفخر لينا كلنا، لكن ممكن الانتقادات على الاداء، على المستوى اللي بيقدم دلوقتي مع منتخب مصر. هي دي بس نقطه اللي كان السوشيال ميديا مختلفين عليه، انت ازاي تتكلم على ده كده، او ده لازم كل الجدل ده. احنا الناس كلها بتحب مصر وعايزه مصر تبقى في اعلى مستوى واعلى درجات وناخد البطوله ويبقى كلنا فرحانين. محدش، ما اعتقدش حد في مصر عايز منتخب مصر يخسر، كلنا عايزين منتخب مصر. لكن لما تيجي تتكلم على نجم او حد ينتقد نجم شويه، هو ما بينتقدش ان هو انت هتقيم محمد صلاح، وانت هتقيم النني. احنا او الناس او اللي بيتكتب ان هو ما بيقيمش كلاعب، ده لعيب كويس ولا لعيب وحش، لكن نقيم اداء في وقت معين في فتره معينه. وده مش عيب يا جماعه، ده مش عيب. نقولها بالبلدي هاني، نقولها بالبلدي، الكلام اللي انت قلته مظبوط 100%. احنا بنتكلم على ان طول عمرنا بنتمنى، احنا كنا في وقت من الاوقات لما خدنا بطولات قبل كده كاس امم كانش عندنا ولا محترف، فكنا بنطالب خلال الفتره اللي فاتت افتحوا الاحتراف وعايزين لعيبه محترفه على مستوى عالي. بقى عندنا على الاقل 6-7 ومحترفين كمان في انديه كبيره جدا بره. طبعا ده بيحط مسؤوليه كبيره. الفكره اللي احنا زعلانين منه ان هو ازاي اللعيبه الثقيله دي كلها ما تعليش كفه منتخب مصر، ما يبقاش الشكل غير كده. بص برضو عمرو، معلش، ما تعليش كفه منتخب مصر، انت بتلعب كره قدم. طبعا يعني مش هعمل انا مش هلعب لوحدي، انا هلعب لوحدي مظبوط. لو انا مش وسط منظومه مساعداني انا مش هقدر ادي، لكن الجزء اللي ممكن جدا الجرينتا، الروح، الاصرار، العزيمه بالنسبه للفريق كله، وان احنا كمان سقف طموحنا عالي جدا لاداء اللاعبين. لما انا اكون عندي مثلا، مع احترامي للجميع، لعيب بيلعب في الدوري المصري ولعيب بيلعب في الدوري الانجليزي، انا سقف طموحاتي فين؟ للعيب اللي صحيح. بيلعب بره صحيح. فسقف طموحاتنا عالي طبعا. ولكن هنرجع جنبها ان احنا متوقعين اداء عالي جدا جدا اللي بنشوفه مثلا من صلاح في ليفربول، لكن مش عايز اربطه قوي بالمنتخب لان عوامل تانية بتاثر طبعا عليه. طبعا وضع تاني، مناخ تاني وقصه تانية، مناخ تاني واللعيبه لكن ده لا يمنع ان احنا ممكن نقول والله لا النهارده صلاح ما كانش كويس على سبيل المثال، والله انني لا دلوقتي مروان عطيه افضل منه في ده. فده لا يقلل من قيمه محمد انني ولا يقلل من قيمه وحبنا لمحمد صلاح، ولكن كل دوت تحت اطار ان احنا عايزين بلدنا افضل. انا عايز اقول حاجه، وهو ده الاهم. احنا بنتكلم على مصر، يعني مع احترامي كل الناس الموجوده ديت نجوميه والعالميه، انت كل دوت محمد صلاح جاي علشان يكون اداه وسط مكنه كبيره توصل منتخب مصر للبطوله. ولكن محمد صلاح مش جاي عشان هو اللي يشيل منتخب مصر، ده نحطه على جنب، نحطه على جنب طبعا. الجزء الثاني، هل محمد صلاح ادى المباراتين اللي فاتوا ما هو متوقع منه؟ انا عارف دلوقتي ان محمد صلاح هو نفسه يقول لي لا طبعا انا ما كنتش كويس طبعا. فليه لما الناس تقول محمد صلاح في الماتشين لا ما كانش كويس، نبدا وتقول لك وانت انت هتقيم محمد صلاح؟ لا لا انا بدي بس مثال لمحمد صلاح، لان السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت الحقيقه في مبالغه شويه في عمليه التقييم، وفي مبالغه شويه تانية في عمليه الرد، ان احنا لا محمد صلاح طالما موجود جوه منتخب مصر هو لاعب منتخب مصر، واحنا نقيمه على ادائه في منتخب مصر مش على ادائه في ليفربول. في عوامل معينه ما بتساعدش لكن احنا
كمان مش عيب جدا انك تنتقد او تنتقد ايجابي لاي حد بيلعب في المنتخب. في نقطه مهمه جدا برضو يمكن كلمتها قبل كده عمرو، مش عيب ان انا محمد صلاح اصله محترف وفي احسن حته في العالم واعلى دوري في العالم، زيه زي اللعيب المحلي بيجي له وقت ان هو يبقى وحش في ماتش، ان هو ما يبقاش مليون في المية، ان هو يبقى تعبان يعني مجهد تعبان مش في يومه. مش لازم يا كابتن التعب اللي عنده يعني النفسيه اللي بتدور حوالين السوشيال ميديا والضغط الكم عليه ده هو والنني ده تخلي اللي ما يقدرش يؤدي. ده اللي بتكلم بقى عليه يا عمرو، انك ممكن باسلوب معين توصل الرساله بالظبط كده للعيبه ديت ان احنا انتوا اعظم لعيبه، محمد صلاح افضل من انجبته الكره المصريه في التاريخ. صحيح. ده لا جدال عليه. في حته ثانيه مختلفين، وانك توصل له ان احنا بنشك في قدراتك او اللغه نفسها بتاعت السوشيال ميديا ممكن تكون مش الصح اللي يوصل للعيب، ممكن نوصلها بشكل افضل يعني. يعني كابتن هو لازم يبقى يعني حتى في الرد حتى في النقد يبقى فيها احترافيه. طبعا. ما تجيش تحمل عليه وتقول له إن انت خرجت امبارح عشان حسيت انك انت بعيد عن المباراه فخرجت وهربت. انت بتفكر في مين؟ يعني هربت ايه؟ ده راجل عايز يحقق بطوله امم، يبقى حط نفسه في احسن لعيب العالم اللي هو بيقرب منها. طبعا. انت ما تفكرش في كده. طبعا. المشكله احنا لنا طبع مش كويس. احنا عندنا دايما الاكستريم، يعني لما تتضايق من حد تروح تحمل عليه كده بعد ربع ساعه مثلا الدنيا تروح عامل كده تعال اتفرج بقى لو في كل حاجه في تقييم صح في حب برافو عليك في زعل في كلام من ده ما ينفعش. الناس بره ما بتعملش احسن ناس تحمل واحسن ناس تنسى. لا وبعدين ما الناس بره ما بتعملكش بالقطعه بالربع ساعه بالماتش بالكذا بكذا. هو بس انا هدخل في حته صغيره برضو لو نقدر نتكلم فيها، يعني انا بقول ان برضو المدير الفني عليه عامل كبير قوي مليون في الملعب لازم نتكلم عليها لان انا شايف كان هو ده السؤال اللي هسالكوا، واحنا زعلانين من اللعيبه ولا المدير الفني ولا الاثنين وادوار كل واحد فيهم ايه؟ يعني انا شخصيا زعلان من المدير الفني لان انا حاسس ان مفيش ادوار للعيبه في الملعب. الراجل ما قالش ادوار اللعيبه في الملعب، الراجل بيلعب كذا 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 وسايب الدنيا، يعني اللي اتمرن يعني بس عشان بس يعني مجرد مثل وهاني يمكن عارف الكلام ده، اتمرن مع كابتن جوهري وكده. كابتن جوهري من المدربين اللي كان بيدي ادوار، يعني ما بيعتمدش على الطريقه انها مثلا 4 3 3 ويسكت، لا ده في ادوار وادوار في كل ماتش. دي حقيقه. لو نفس الطريقه بيلعب بيها كل ماتش فالادوار ممكن تختلف من ماتش لماتش الفرقه على حسب النتيجه على حسب شوط اول شوط ثاني. لازم الادوار دي تبقى موجوده. انا ما حسيتش بادوار. انا مثلا على ذكر ما بتقوله في 98 كنت لسه هقول لك الموضوع ده. ايوه دي حقيقه يعني كابتن هاني كان ليبرو دخل الكابتن هاني في نص الملعب على الدايره وخلى الشين اخر واحد عشان يربط عايز حاجه من الكابتن هاني واختلفت الكابتن من ماتش عن ماتش يعني. الماتش قال لي بقول لك اثبت بقى ورا شويه في وقت الماتش هو بيحس ان الدنيا ورا مش مظبطه شويه، طب هاني خليك بقى ورا شويه وهخلي مثلا احمد حسن ما يطيرش فيقف في نص الملعب شويه، او وقت احنا راكبين الماتش هاني زق لقدام كمان شويه. دي قرايه الماتش يا دي القرايه اللي بنتكلم عليها. شفت قرايه للمباريات يا كابتن من روي فيتوريو؟ لا ما هو زي ما الكابتن حشيش قال نقطه مهمه جدا يا كابتن، انت لما بتلعب يعني حتى ثلاثه في نص الملعب قبل ما اظلم نص خط ظهري في حاجات معينه انت بتتكلم في ثلاثه فلات، انت مش حاسس ولا مهام هجوميه ولا مهام دفاعيه. الربط ما بينهم كان في اول مره اشوف منتخب مصر بيلعب بالفردي واضعف الحاجه بلعب الطويل. هو مصطفى محمد هيشتغل سوبر مان لوحده؟ ما فين اللي شغال من تحت؟ ليه ال 35 دقيقة بتوع ماتش غانا اللي هم الشوط الثاني مرموش تريزيجيه وإمام وحمدي وعمر كمال الربط ده ما كانش موجود؟ هل هي دي فكر مدير فني ولا آلية لعيبة بتنفذ شغلها داخل الملعب وبتنفذ احتياجاتها؟ أنا محتاج ده شغل لعيبة ما فيهاش كلام. شغل يعني لعيبة السبرنت اللي يعمله إمام اللي الناس كانت مشككه في قدراته في الاسبرنت اللي عمره في مباراه سيراميكا وراح عمل هجمه مرتده عن طريقه قويه، راجل راجع من اقصى طبعًا الوينج ليفت طبعًا لاقصى الباك ليفت ويعمل تاكلينج ويقوم بيها ويربط صحيح سبرنت تاني ويشتغل غير عادي وذهني طبعًا. هل انت كنت مهيئ امام في المباراه الاولى لما نزل قلت له امام انا عايزك تعمل 1 2 3؟ لا انت اديته الملعب واديته مهام. لا انت قلت له انزل طور. لا انا بدي له مهام بهيئه نفسيا يشتغل ازاي، بهيئه نفسيا يؤدي ازاي. الربط ما بين زيزو وما بين محمد هاني وما بين صلاح مش موجود. يعني انت شايف برضه هنناقش فيها الكابتن محمد، هو عمرو شايف ان الاداء الفني والربط ما بين اللاعبين ده من جوه الملعب ما كانش فيه خطه واضحه وما كانش فيه تعليمات واضحه،
طب ليه ما حصلش مثلا امام مباراه موزمبيق؟ ليه الربط ده ما حصلش قدام واحنا كنا في وقت من الاوقات مغلوبين 2-1 برضو ما شفناش الربط او ما شفناش النقله على مستوى الروح وعلى مستوى العزيمه وانك عندك اصرار انك تعدي النتيجه يعني. برضو هنرجع لطبيعه المصريين والمنتخب منتخب مصر ده جزء صح. مننا يعني طبعا. حته مننا طبعا. يعني طبعا كده اللعيبه حست بالخطوره خلال الفتره الاخيره خالص اخر شويه من المباراه التلت ساعه عمرو او ال 25 دقيقه حسوا بالخطوره حسوا ان انت لو بالشكل ده انت ممكن تخسر تضع كل حاجه وتخرج ابتدى يبقى في تحرر ابتدى اللعيبه تنسى اللي اتقال لا نفوق بقى واحنا نلعب نفوق ده. وانا لا انا بقى يعني خبراتي اللي انا خدتها خلال السنين اللي فاتت اللي لعبتها سواء 4 5 6 سنين لا لازم اطلعها ولازم ان انا اعمل وانا لازم اضغط واعمل اللي انا شايفه في الملعب هو ده مجرد انه خلاص انت وصلت لمرحله لا يا جماعه ده احنا لو اتغلبنا هنخرج يبقى هو ده رد الفعل يعني انا في اعتقادي ده اللي بيحصل على فكره استنفرت بالظبط ده اللي بيحصل بس ده بقى مش مطلوب كمان في الفترات اللي جايه انت طبعاً. ان شاء الله داخل على مباراه يعني مباراه امام لا تقبل القسمة على غير المكسب انت تقصد مش هتستنى للظروف هي يعني هي دي هي الفكره كلها انا متفق معاك كابتن مباراه موزمبيق حتى التعادل اللعيبه خارجه لسه عندنا ماتشين لسه في ماتش لكن مباراه غانا لما بعد 2-1 قال لك ده احنا لو اتغلبنا ممكن نخرج بالزبط. فبدا يستنفر عنده وبدا الطاقه ترجع تاني هو ده الطبيعي لكن مش ده الطبيعي لمنتخب كبير ان طبعاً. لازم دي يكون عندك من الاول انك طبعاً. تحترم المنافس من الاول انك دايما عندك اصرار وعندك عزيمه انك تكسب فمباراه قبل ما طبعا عندنا دلوقتي طبعا محمد الباز لغه الارقام لكن هاخد منك عمر قبل ما نروح للباز تقريبا كده مباراه الراس الاخضر اللي نخاف منه في المباراه اللي جايه هم اكتر اللي نخاف منه اكتر حاجه عندهم يا كابتن التسديدات الناس اللي شغاله من تحت الفرويد اللي هم اللامركزيه يمكن عندهم اقل خطوطهم احنا اتفرجنا الماتشين خط ظهرهم وحارس مرماهم اما نص ملعبهم وجزء الفرويد هم كلهم معظمهم محترفين في الدوري المحلي في كاب فيردي التسديدات احنا مش بنقول النهارده اصل المكسب بتاعهم اداء لا اول هدفين اخطاء تحكم حارس المرمى في الكوره خانته الثانيه اداء معين بترجيع للاعب خط الظهر كان في المركز بتاعه واقف غلط زي الجون اللي جابه عمر مرموش استغلها الفرود واحرز هدف التسديده الثالثه الثلاثه اللي بيلعبوا تحت الفرود تسديداتهم اكثر من رائعه كور الثابته التزاماتهم قرب الخطوط من بعضها عندهم ايجابيه لو ما قابلتش ده بنفس الروح بتاعه ال 25 دقيقه بتاعه غانا لا يبقى مصر خرجت طيب ده راي الكابتن عمرو الحديدي اللي نخاف منه في مباراه راس الاخضر الثلاثي اللي تحت راس الحربه ما نخلقش مساحات للتسديد لان هم عندهم قدره على التسديد بشكل جيد جدا هنروح لمحمد الباز والكابتن محمد دورك جاي في النقطه دي لانه مهم جدا نروح نستقبل مع حضراتكم نجمنا الكبير محمد الباز يعني طبعا بالتحليلات والارقام والاحصائيات عندنا لمنتخبنا الفتره الجايه نشوف مع حضراتكم باز بنرحب بيك منورنا ومشرفنا في المحترف اخبارك ايه كله تمام كابتن هاني مساء الفل وحشنا ومساء الفل على الكباتن يعني احنا في اجواء طبعا بطوله امم افريقيا الاجواء شويه حاسينها بعد الحزن من صوت الشارع زي ما حضراتكم وصفته بالظبط كده فحابين نقول ان احنا شفنا مباراه امبارح امام غانا شفنا شوط تاني مختلف تماما عن الشوط الاولاني علشان كده عايزين نربط الارقام بالفنيات طب باللي احنا شفناه لسه هسالك واحنا قاعدين بنتفرج على المباراه ما بيكونش طبعا الارقام يعني بعض الاحصائيات بتطلع على الشاشه لكن ما بتعكس لكن كنا الحقيقه سعداء بين قوسين كده عوده الروح للمنتخب وعوده الاصرار والعزيمه امام منتخب غانا لكن على مستوى الارقام هل ده فعلا كان حاصل حتى على مستوى الارقام من خلال متابعتك لمنتخبنا بكل تاكيد يعني عوده الروح فعلا في الشوط الثاني غير مسار المباراه عكس كل الارقام الفنيه يعني حتى لو احنا عملنا مقارنه بسيطه ما بين احصائيات وارقام الشوط الاول مع احصائيات وارقام الشوط الاول الشوط الثاني لوحده هنشوف شوط ثاني مختلف تماما يعني عوده الروح والتحركات والربط ما بين الخطوط والعزيمه اللي شفناها ديت لا عكس خلى بقى عندنا نسب تسديدات على المرمى اكثر فاعليه اكثر
تهديف بكل تأكيد. خلى عندنا طبعا من ناحيه بقى التاكلينج والاعتراضات وقطع الكوره وان احنا نكمل وان احنا يبقى في سرعه وفي معدلات جري اسرع شفناها من امام عاشور حتى من عمر مرموش. كل اللي احنا شفناه في الشوط الثاني دوت يا كابتن هاني اتعكس بالارقام. طيب خلينا نبص كده معاك، نبص مع بعض الارقام، نستعرض مع بعض احصائيات الشوط الاول لوحده ماشي، ونبص بعد كده احصائيات الشوط الثاني لوحده يلا وهنترجم ده كله بالارقام اللي حصل فعلا على ارضيه الملعب. طيب هنستعرض مع بعض احصائيات الشوط الاول. الشوط الاول طبعا كان شكل مختلف تماما، احنا طبعا خرجنا خسرانين 1-0 زي ما احنا عارفين في الدقائق الاخيره. بالنسبه للاخطاء طبعا عايزين كميه، ايه رايك نبدا بالحالات الاول؟ بالحالات نبدا بالحالات الاول عشان كمان يبقى خلي الارقام في الاخر عشان نربط الشوط الاول والشوط الثاني. طب نبدا بس بالحالات الاول يعني. طيب بالحالات احنا لو هنتكلم بقى على الحالات عايزين نشوف ايه اخطائنا، ايه المشاكل، ايه اللي فعلا اثر علينا، طبعا بجانب العزيمه والروح اللي طبعًا احنا طبعًا اللي احنا كنا يعني كل الروح والعزيمه، لكن لازم يكون برضو في تكتيك وفي شكل التزام معين يعني. اكيد احنا من اهم نقاط الضعف او معظم اخطائنا كانت الربط ما بين نص الملعب يا كابتن هاني وما بين طبعا خط الدفاع. ما كانش في ربط بشكل كبير جدا، كان في مساحات، ما كانش في بيرنج وكوميونيكيشن حتى ما بين الاثنين قلوب الدفاع مع حتى الستة مع النني او حتى التغطيه العكسيه او التغطيه اللي احنا شفناها حتى من حمدي. خلينا نبدا في طيب ده هدف موزمبيق. زي ما احنا شايفين كده كابتن هاني، بص نص الملعب من عند الدايره، من عند اخر لعب، من عند حتى النني هنا في رقم 17 في مساحه كبيره جدا، في فجوه كبيره جدا، في ضغط حتى من لعيبه موزمبيق، قطعوا الكوره راحوا خلاص. الكوره على فكره دي كانت ملعوبه طبعا، الكوره دي اللي عدت اعتقد ثرو باس وعدى اعتقد ده اللي عمل تاكلينج ده عبد المنعم اعتقد مظبوط، وبعدين كمان الحجازي كمل وعمل تاكلينج وما قدرش يعني ما قدرش يوصل للكوره. بالظبط هنا بقى الربط يعني، هنا شايفين عبد المنعم فين، شايفين حتى التغطيه بتاعت النني يعني عدم التنظيم الدفاعي جديد. على مستوى الدفاع وعلى مستوى خط النص كان جزء باين جدا جدا في مباراة موزمبيق خاصة في الهدف ده. مظبوط، وده الهدف وده اللي احنا اهم مشاكلنا. طبعا عارفين هنتكلم في الحلول بتاعتها والتشكيله المفروض نبقى يعني الافضل مين اللي هو يقدر يغطي تمام. المساحات الكبيره. نكمل اللي بعده. طيب انا عايز بقى اتكلم على ماتش امبارح يا كابتن هاني. ماتش امبارح في الدقيقه 2 تقريبا ما حدش برده خد باله عشان الماتش كان سريع جدا، في الدقيقه 2 في بدايه المباراه نفس الكلام نتكلم فيه، وقوف النني نص الملعب فيه فجوه كبيره جدا في الربط اصلا، ده لسه بنعمل بيلد اب بشكل يعني سهل جدا، تم الضغط من 3 لعيبه على انا هنا معانا في الحامل الكور يعني. كمل الصوره اللي بعدها، ده امام عاشور ده الوقت. اعتقد امام بالظبط، امام عاشور كمل الصوره اتقطعت خلاص، ارتدوا بقوا 3-2 يعني الكره لو في فيديو احنا بنتكلم لسه في الدقيقه 2. طيب ده طبعا خطر قوي لانك انت لسه في بدايه المباراه وبتبني من تحت والتوظيف او المساحات مش متاحه، مساحه التمرير مش متاحه لامام عاشور نتيجه ان يمكن النني مش في البوزيشن بتاعه وحجازي ما ظهرت بشكل سريع فاتقطعت الكوره. مظبوط، يعني لو نرجع للصوره اللي قبلها زي ما احنا بنقول حتى النني هنا فتح زوايا التمرير، انا عندنا في كام واحد خلاص هنا الراجل بتاع غانا قافل زوايا التمرير هنا، طب نص الملعب، طب نقرب رقم 4 او حتى النني كان ينزل مع اللاعب عشان طبيعي جدا عنده حلول. خلاص هو دلوقتي عبد المنعم مقفول عليه وانت بتتكلم حجازي المفروض يظهر بشكل افضل، يطلع خطوتين قدام عشان يبقى في يا اما النني من الاول خالص يكون ما بين عبد المنعم وما بين حجازي عشان هو اللي ياخد الكوره. فانت بتتكلم على التمركز حتى في بدايه المباراه ما كانش مظبوط على المستوى الامس. طيب مظبوط بعده يعني نكمل خلاص نعدي كمان دي خلاص اتقطعت زي ما قلنا، نكمل بعد كده نفس الكلام في الهدف بتاع غانا، نفس الكلام يا كابتن هاني، كان في مرتده برده هنا النني في نص الملعب، الكوره دي اتنزلت اتاخدت على طول من لاعب غانا وهنكمل داس على الكوره وراحت طبعا لعبها يعني تمام بينيه. نفس الكلام انا بص بقى هنا الصوره الكاد هنا بيوري الشكل اللي احنا بنشرح فيه، الاخطاء هي متكرره في الماتشين نفس الشكل بنشوفه، الربط ما بين خط الدفاع خط الوسط تغطيه المساحات دي كلها سهلت على الخصم ان هو يقدر يلعب البينيه باص واحد يعني ضرب بيهم حجازي وعبد المنعم. مظبوط، الشكل ده لسه شايفينه من شويه في ماتش موزمبيق، نفس الكره اتلعبت بينيه او ثرو باص راح. طيب بما ان اتكلمنا في الحالات نربط بقى خلاص خرجنا من مباراه مصر علشان احنا حتى بالارقام لما يجي نستعرض الارقام عشان ما ننساش الصور هنربط بقى مقارنه رقميه ما بين لعيبه نص الملعب عندنا من اول ما البطوله بدات تمام علشان نشوف مين الافضل ان هو يقدر يغطي المساحات ديت ويقفل ويقدر يلعب بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه بشكل افضل من كده. لو عندنا الارقام ممكن يعني نستعرض مع بعض مقارنه رقميه ما بين خطوط نص الملعب عندنا ما بين النني ما بين حمدي فتحي ما بين مروان
وحتى ما بين مروان عطيه. احنا بنتكلم على امام عاشور يا كابتن هاني، يعني بالدقايق حتى لعب 122 دقيقه حتى الان. محمد النني، طب خلينا قبل ما نخش على المقارنات دي نبدا بالمقارنه اللي انت قلت لي عليها، الشوط الاول. اوكي الشوط الاول، طيب امام عاشور جاهزه؟ طيب نبص على امام عاشور، نشوف ارقام امام عاشور في المباراه، مباراه غانا امبارح. طبعا اتفضل. طبعا دي طبعا احنا قلنا امبارح ان افضل ارقام في المباراه كانت امام عاشور وعمر مرموش، بالتالي هم لازم ياخدوا حقهم طبعا من الدقائق. طبعا لعب 90 دقيقه، التمريرات كانت عند امام عاشور امبارح وصلت لدقه 81%، عمل تمريره مفتاحيه طبعا صنع بيها بشكل يعني سبب فيها فرصه خطيره جدا. التصويبات كانت في اثنين تصويبتين على المرمى، منهم اثنين اون تارجت. في انا عارف ان هم ما كانش الدقه او ماشي على القوه، ولكن حاول ده سلاح وحاول فيه الحقيقه يعني. واحنا زي ما حضرتك بتقول الارقام دايما مش هتعكس اللي احنا شفناه بالظبط، لان امام اصلا كان في سبرنت وفي يعني مشوار كبير جدا قطعه، فبالتالي لما وصل عند المرمى فحتى كان تعب يعني قبل ما وصل خلاص طبعًا. فقد يعني التحامات كمان الارضيه 14 بالظبط، رقم كبير طبعًا. رقم كبير منهم سته يعني بشكل ناجح. طيب بعض الناس كانت بتقيمه ويقول لك يعني بعض المواقع كتبت ان امام عاشور اسوء لاعب في مباراه غانا. كل التقييمات على مستوى نتكلم على الصحف العالميه دلوقتي، بنتكلم على بعض المواقع المتخصصه في الارقام والاحصائيات، انا شايف ان تقييمه 7.1، رقم كويس جدا. طبعا حضرتك قلت يعني احنا بنتكلم على ناس متخصصه في الارقام والاحصائيات، بتربطها طبعا معدلات الجري وبالرؤيه الفنيه في ارض الملعب. الكلام ده بيعكس تماما مجهود والاداء اللي ظهر بيه امام عاشور امبارح رقميا حتى فنيا، لا على اعلى مستوى طبعا. احنا يهمنا الارقام الصحيحه، الارقام اللي فعلا عكست المجهود اللي عمله امام عاشور، لا ننظر لاي ارقام او اي تقليل من اي مجهود لاي لاعب، لان احنا لا طبيعي عندنا الارقام، لغه الارقام بيكون الناس بتشتغل بسيستم كل نفس الأرقام كل بالزبط. نفس بتنفسه اللاعب دلوقتي محسوب بتاكينج يعني. محسوب بيترجم برقم، وعايز تشوفه في ارض الملعب ما واضح يعني، حتى التقييم هو 7.1 الالتحامات الارضيه زي ما قلنا. لا يعني امام عاشور امبارح ظهر بشكل رائع جدا. طبعا عندنا ايه تاني؟ عندنا مين تاني؟ عندنا عمر مرموش. يعني لو احنا ممكن نستعرض شباب، يعني عمر مرموش بقى يعني احرز هدف، عمل تمريرات مفتاحيه امبارح، 3 تمريرات مفتاحيه. يعني لا عمر مرموش بقى شفناه بشكل تاني، محاولات على المرمى كان في 4 محاولات على المرمى، 4 تسديدات على المرمى، كان منهم 2 اون تارجت. طبعا لعب 89 دقيقة، أحرز هدف طبعا زي ما احنا شفنا امبارح. هي في بس كلمة الأهداف دي مكررة، دي التسديدات لا دي التمريرات يا كابتن، تمريرات بدل بدل الأهداف ده التمريرات. عنده 19 تمريرة منهم 89% صحيح. يعني نسبة التمريرات عنده عالية جدا، وصلت يعني 90% صحيح، وصلت 90% يعني. من التمريرات اللي عملها. بالنسبة للعرضيات عمل امبارح 4 كروس، منهم واحدة كانت سليمة. المحاولات على المرمى زي ما قلنا في 4، منهم 2 اون تارجت. حتى الدريبلينج عنده كان عالي جدا امبارح، في 7 دريبلينج عملهم منهم 5 بشكل ناجح. بنتكلم على الافتكاك الكره حتى والاعتراضات واستخلاص الكره، عمل 16 واحده امبارح يا كابتن هاني، منهم 11 بشكل صحيح اهو. يعني الالتحامات الارضيه، الالتحامات حتى الهوائيه 3 من 3، كمان على مستوى المراوغات، لانه برضو بيلعب في، خلي بالك المراوغات في التايد اريا في المساحات الضيقه دي بتبقى صعبه مزبوط. جدا عمل 7، كان منهم 5 ناجحين. الحقيقه عمر مرموش كان من نجوم المباراه امبارح مع امام عاشور، مصطفى محمد وتريزيجيه، دول ابرز اعتقد ابرز 4 لعيبه في المباراه. مظبوط يعني حتى رقميا لو بنقارن بقى بين 4 لعيب نص الملعب، امام عاشور ومحمد النني وحمدي فتحي، حتى مروان عطيه. مروان عطيه طبعا المشاركه مقارنه بالثلاث لاعبين هو اقل مشاركه، يعني 7 دقائق و8 دقائق اللي هو نزل فيه، ولكن هنا الارقام بتظهر لنا اكتر 2 كان عندهم الفاعليه. طيب كمان عندنا مصطفى محمد الحقيقه، لانه انا في اعتقادي افضل لعيب في المباراتين، الحقيقه من افضل اللاعبين صحيح. كمان ارقامه معانا على الشاشه يعني. طبعا هو احرز هدف، احنا طبعا هو احرز هدف في مباراه موزمبيق، عنده 2 حتى الان، محاولات على المرمى 1، ولكن احنا شفنا مصطفى محمد كان بيلعب دور اللينك اب او المحطه بين بشكل طبعًا كبير جدا، بيتحرك بيفتح بقى المساحه حتى ده اللي خلى شكلنا بتدخلات امام عاشور، حتى عمر مرموش من ناحيه الشمال. هو طبعا عمر مرموش شفناه لعب 9.5 امبارح، ولعب 9 زي ما بيلعب مع انتراخت فرانكفورت، وده اللي ظهر خطورته بشكل كبير جدا. مصطفى ساهم في كل ده بتحركاته الكبيره جدا، ويعني شفناه حتى الالتحامات الهوائيه عنده 9 عملهم منهم 4 بشكل صحيح. افساد الهجمات اهو، يعني حتى الراجل مهاجم بيرجع وبيفسد هجمات او بيعمل تاكلينج او اعتراض. التقييم وصل 7.3. طيب. عايزين نشوف بقى الفرق، انت قلت في فرق كبير جدا ما بين الشوط الاول، وكلنا شفنا الفرق الكبير ما بين اداء منتخب مصر في اول 45 دقيقه والاداء في الشوط الثاني. لغه الارقام قالت ايه في الشوط الاول؟
الشوط الاول كان عندنا بالنسبه للتسديدات على المرمى، هو هنا طبعا احصائيه ارقام الشوط الاول، خرجنا خاسرين 1-0. انذارات طبعا، احنا شفنا الاخطاء اللي لعبنا فريق غانا كابتن هاني شفناه امبارح، كان شرس طبعا، شرس جدا. آه طبعًا. يعني وصل ل 11 خطا وكان منهم يعني ما فيش يعني انذارات بشكل كبير، هو انذار واحد بس. بالنسبه للركنيات، ركنيه مقابل ركنيه لمنتخب مصر، التسللات حتى منتخب مصر ما وقعش في اي تسلل، هم وقعوا في تسلل واحد. تسديدات هنا بقى التسديدات على الـ على الـ على المرمى، احنا بنتكلم هنا في 11 تسديده لمنتخب مصر، يعني وفي هناك يعني مش 11 تسديده، معلش سوري، هي دي واحد تسديده واحده، تسديده واحده اون تارجت، واحده اون تارجت، وهنا في تسديدتين واحده بس، واحده فيهم اون تارجت مظبوط، يعني عشان بس نوسع المسافه بالزبط. هو مش 11، هو مش 11 مزبوط. هي واحده تسديده واحده، هي واحده ما بين القائم والعارضه بالنسبه لغانا، اثنين ما بينهم واحده ما بين القائم والعارضه. طيب مظبوط، هو الشباب عملوا السبيس كده زي الفل. الاكس جي انا حتى على الفريقين ما كانش فيه محاولات خطيره او كواليتي التسديدات على المرمى، لان عدد التسديدات هي واحده بس ما كانتش خطيره طبعا، وبالتالي ما كانش فيه اي اهداف متوقعه ظاهره معانا بشكل كبير. الحقيقه كمان ده بيدل خلي بالك كمان ان حتى منتخب غانا رغم ان الشوط الاولاني خرج متفوق 1-0، لكن اداؤه الجماعي ما كانش اداء مميز، يعني مظبوط. ما كانش اداء او ارقامه فرقه كتير عن منتخب مصر، عن منتخب مصر، وده اللي احنا شفناه في الشوط الاول. حتى من ناحيه طبعا الفرص ما فيش، هي الفرصه الوحيده اللي احنا شفناها الاستحواذ حتى كان منتخب مصر 53% شويه طبعا. التمريرات احنا حتى على مستوى التمريرات مش ده الرقم اللي احنا يعني المفروض متوقع، المفروض نعدي حتى ال 200 ولا 250 تمريره في شوط واحد، يعني المفروض توتال المباراه بيصل ل 500 واكثر من 500 تمريره، برشلونه تقريبا 700 او 700 وحاجه مظبوط، بنشوف ارقام كبيره جدا، وده برضو بيعكس ان الكوره ما كانتش بشكل كبير جدا في رجل لاعبتنا. من الناحيه الثانيه برضو حتى غانا الارقام متقاربه شويه، 166 هي 166 دقه، حتى لغانا كانت افضل نسبيا 88%. الشورت باسس كان بالنسبه لمنتخب مصر كنا يعني متقاربين زي غانا 91% في الشورت باسس. يعني خلي بالك يعني الارقام مجمل الارقام دي، ان الشوط الاولاني شوط سيء لفريق غانا والمنتخب المصري، فرق معاهم الدقيقه 45 هدف صحيح. محمد قدوس هو اللي فرق ان غانا طلعت متقدمه، لكن اللي احنا غانا كمان في الشوط الاولاني كانت يعني بتأدي بأداء سيء جدا. طب عايزين نشوف الشوط الثاني بقى، لا هنشوف بقى، احنا خلينا نفتكر مع بعض كان في تسديده واحده. الشوط الثاني بقى هنشوف عدد التسديدات والفرص لمنتخب مصر طبعا. ده الشوط الثاني عشان بس ان مش اجمالي المباراه، احنا طبعا الشوط الثاني خلص 2-1. هو الشوط الثاني فقط 2-1. بالنسبه للاخطاء هم كملوا طبعا في اخطائهم كتيره، 8 واحنا مصر يعني مكان 7. الركنيات 2 لصالح مصر، 3 لصالح غانا. حتى التسلل وقعنا مرتين، هم ما وقعوش ولا مره عشان ما راحوش كتير. التسديدات بقى كابتن هاني، 8 تسديدات في الشوط الثاني لوحده. احنا قلنا في الشوط الاول كان تسديده واحده وكان ما بين القائم والعرض ما كانش مؤثره، واحده بس يعني. وما كانش مؤثره. هنا 8 تسديدات على المرمى، منهم 4 اون تارجت بنسبه 50%. الناحيه الثانيه هم عندهم 4 تسديدات، منهم 2 فقط اون تارجت بنسبه 50%. الاكس جي هنا بدا يرتفع عند منتخب مصر ان هو كان ممكن يصل لهدفين، وفعلا احرزنا هدفين. بالنسبه لغانا يعني كان ممكن ما يحصلوش هدف، وفعلا هم احرزوا هدف يعني ترجم بالظبط الاهداف المتوقعه يعني حدثت بشكل كبير، وقفزت من منتخب مصر من 0.1 ارتفعت ل يعني 1.9 تقريبا بالظبط، يعني هدفين تقريبا. حتى الفرص بقى احنا صنعنا هنا في 7 فرص، رحنا بسبع فرص منهم 3 فرص كبيره ومحققه. غانا 3 فرص الاستحواذ بالدقايق، حتى احنا خدنا بقى كل الاستحواذ في الشوط الثاني 62% مقابل 38%. الاستحواذ في الشوط الاول زي ما قلنا كان متقارب، فرق 2-3% مظبوط، كان لصالح مصر. حتى التمريرات يعني بدانا نتحسن شويه، هو تخطينا ال 200 تمريره، مسكنا الكوره بشكل اكبر على المستوى برضو الشوط باص، على المستوى اللونج بول لعبنا 14 لونج بول منهم 6 بشكل صحيح 43%. الناحيه الثانيه هم لعبوا بس يعني لعبوا برضو تمريرات طويله بشكل كبير، 18 منهم 8 صحيحه. العرضيات يعني الفعاليه فيها ما كانتش بشكل كبير، 11 منهم 3 بشكل صحيح بنسبه 27%. نفس الكلام هناك طبعا، غانا هم عملوا 7 عرضيات فقط منهم واحده بس صحيحه 14%. حتى الدريبلينج عندنا احنا طبعا كنا مميزين اكتر زي ما شرحنا لعمر مرموش من ناحيه الدريبلينج. الفرق ما بين الشوط الاول والشوط الثاني حاجه ثانيه خالص، ده واضح يعني. عايزين نربط بقى من بالروح والعزيمه والارقام الشوط الثاني لوحدها نشوفها بقى طبعا امام الراس الاخضر او كاب فيردي.
شويه يعني صوره عامه على الكاب فيردي اخر خمس مباريات. اخر خمس مباريات عموما احنا شفنا اخر مباراتين بالنسبه لهم طبعا فوز، وهم زي السنغال دلوقتي وكاب فيردي يعني عاملين. لا طبعا كل التوفيق لمنتخبنا. طبعا بنشكرك يا باز، شكرا جزيلا كالعاده، بتنورنا وتشرفنا. شكرا جزيلا يعني، كل التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر. شكرا جزيلاً. شكرا جزيلا. نروح فاصل سريع مع حضراتكم ونرجع نترجم الارقام ديت ونتكلم مع كابتننا الكابتن محمد حشيش والكابتن عمرو الحديدي على توقعاتنا وايه الشكل اللي يلعب بيه منتخب مصر امام متصدر المجموعه فريق كاب فيردي او الراس الاخضر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية كابتن محمد. كنت سالت قبل طبعا الباز ولغه الارقام والاحصائيات، كنت سالت كابتن عمرو عن ايه اللي نخاف منه ونعمل له حساب في مباراه الراس الاخضر. اتكلم على جزء التسديدات، عندهم الثلاثي تحت راس الحربه مميزين جدا في عمليه التسديد خارج ال 18 وشفناه يمكن من خلال الماتشين اللي فاتوا. انت ايه اللي قلقك من رؤيتك لفريق الكاب فيردي وخايف انه يحصل امام المنتخب المصري وقد يكون او قد لا قدر الله يحصل لنا مشكله من خلالها يعني؟ بص، هم فرقه واضح ان هم يتمتعوا بلياقه بدنيه عاليه، بيجروا في الملعب كله، بيلعبوا كره جماعيه وبيضغطوا دايما على الحته اللي فيها الكوره. الريتم اللي احنا لعبنا بيه الماتشين اللي فاتوا وخصوصا سيبك من اخر ثلث ساعه او نص ساعه في الماتش في الشوط الثاني امبارح، بتتكلم تقريبا على الماتش ونص اللي لعبناه يعني. الماتش ونص هنقول مثلا ثلاث شواط تمام اللي احنا لعبناه. الريتم بطيء جدا بتاعك، ان اللي انت عشان تقول لي انا بستحوذ والاثنين المساكين واحد يلعب لده واديها الباك ليفت ورجعها له ثاني وبتاع، كل الفرقه رجعت وترستقت وظبطت نفسها انما الفرقه دي عايزه ريتم سريع، عايزه ريتم سريع، لان برضو عموما الفرق الافريقيه بشكل عام التنظيم الدفاعي او الثبات الانفعالي بالذات في المدافعين والناس اللي ورا بيبقى مش 100%، لازم يبقى في حاجات مباغته، ما تلعبهمش اللعب التقليدي انك تلعب وتنقل وتستنى وبعدين ناحيه الشمال وتلعب اوفر وبتاع، لا دي عايزه نقل الكوره سريع قوي من نص من 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 المساكين لنص الملعب. عشان كده انا مش شايف في حد عندنا له دور في صناعه الهجمات. مين اللي له دور في صناعه الهجمات؟ مش شايف حد في الفرقه خالص. الثلاثه بتوع نص الملعب واللي هو المنوط بيه نص الملعب هو صناعه الهجمات، مش شايف حد بيمسك كوره وبيتحرك. وبعدين ماسك الكوره مش ان ابقى في نص ملعبي وامسك كوره، مش هي دي، لا ده انا لازم اعدي نص ملعبي والعب على الدايره بتاع نص الملعب، هو ده بقى الاستحواذ والنقل، وده اللي صناعه هجمات، يا اما عن طريق الاطراف يا اما عن طريق العمق يا اما عن طريق التسديد في 500 حاجه وحاجه يعني. وبعدين لازم اللعيبه اللي تبقى موجوده تصنع الفارق. احنا صنعنا الفارق الاخر ثلث ساعه عمرو بالناس اللي كانت بتروح ترقص واحد على واحد وتعدي فردي زي مرموش اللي عمل الفارق، زي تريزيجيه بياخد الكره بيروح واحد على واحد وبيعدي بيخلق مساحات طبيعي. انما هتنقل بقى الكره من رجل لرجل 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 دي مش هتنفع. فانا خايف من الجزئيه دي، ازاي تعمل التوليفه اللي انت تقدر تكتر لعيبه الكوره اللي موجوده في الملعب والهجمات السريعه والنقل، لان لعيب الكوره او اللعيب المهاري بيبقى دايما محضر يعني عارف الكوره جايه فين هيلعبها لمين هيتحرك وكده. الجري من غير كوره كمان مهم قوي بالنسبه لخط الهجوم، ما استناش انا في مكاني. طبعا محمد صلاح مش هيلعب المباراه الجايه لان طبعا الشد مش هيلحق، فالناس اللي هتلعب سواء كان مثلا زيزو، هنتكلم بقى في التشكيل بعد كده عموما، هنتكلم في التشكيل. لكن فريق الراس الاخضر الحقيقه النهارده كمان يا عمرو قدام موزمبيق الحقيقه هو عكس قد ايه ان احنا كنا ادينا اداء سيء جدا امام هذا المنتخب. منتخب موزمبيق النهارده ظهر بصورته الطبيعيه، ان الناس ديت احترمت المنافس بشكل كويس، عملت ضغط عالي عليه، ترجمت الفرص لاهداف، وكان عندهم نقطه مهمه جدا ان هم منظمين جدا في الحاله الدفاعيه، رغم يمكن انت قلت ان خط الدفاع عندهم بعض المشاكل، حارس المرمى بتاعهم عنده بعض المشاكل. فانت بتتكلم على فرقه يعني بترجع بلوك كويس وبتطلع او بتنقل من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بسرعه جدا وتقدر تعمل عليك خطوره. ازاي فيتوريا يشتغل على الجزئيه دي؟ ان انت طبيعي جدا ان انت نازل تكسب، فطبيعي جدا ان انت هتضغط من قدام، الا لو حصل غير كده يبقى مش طبيعي. وبالتالي لكن تامينك للحته المميزه عندهم ان انت وانت بتهاجم
ازاي تامن دفاعاتك من الهجمات المرتده. بص يا كابتن، حته الضغط على لعيبه منتخب مصر اصعب حته موجوده تقدر تعلي كفه منتخب مصر هي لعيبه نص الملعب. لعيبه نص الملعب انت بتدي مهام لحد فسد الهجمات اللي بتيجي، انت يعني بتحمل خط ظهرك، بتحمل اطرافك، بتحمل مرماك. نص ملعبي، نص ملعبي. انا لسه كنت بقول لكابتن محمد دلوقتي، يعني مروان نزل العشر دقايق، الشغل اللي كان بيعمله طارق حامد اللي هو مهم بالنسبه لي ان انا لازم ابقى مقتنعة. أيوة. مش هقول لك بقى انك انت بتحبه وبتكره، لا، هنفصل نفسنا عن الحته دي وهنقول لعيبه منتخب مصر اللي بيجيد في الحته دي راجل بقاله فتره، بقاله سنه ونص هو احسن لعيب نص ملعب مدافع سته في مصر بل في افريقيا، مروان. ده حقيقي. يبقى اديله الشغل ده عشان هتقلب طريقه اللعب وانت بتهاجم ل 4 1 4 1 اللي النادي الاهلي بيعملها، هترجع انت لطريقه اللعب، انت على الورق 4 3 3 اثناء المباراه 4 2 3 1. ما هو زي ما انت هتذاكر وهتبقى بتهاجم كاب فيردي من الاول، هو عارف ان مرموش المتحرك، عارف ان تريزيجيه الراجل المهاري، عارف مصطفى محمد اللي هو الفيرود اللي في الصندوق. لازم يبقى عندك تنوع. التنوع ايه؟ انا هقف عند التنوع دي، وكمان يعني السؤال ليكم انتوا الاثنين. التنوع مثلا هرجع لمباراه موزمبيق، كان في تريكه انه دخل محمد صلاح 10 او خلينا نقول 8 مش 10، وكان زيزو على الطرف. تمام. انا شفت خلال المباراه، انا اعتقدت خلال المباراه ان ده هيتغير ما بين الشوطين، ده ما اتغيرش واستمر كتير، ولا عرفنا نكسب محمد صلاح ولا عرفنا كمان نقيم زيزو بشكل كويس. ايه اللي ممكن جدا خلال سير المباراه يعدل من الشكل، خاصه الشكل الهجومي؟ ايه الاوراق اللي ممكن نستفيد منها خلال فتره من فترات المباراه، وخاصه احنا محتاجين نكسب، يعني احنا عايزين نكسب، وبالتالي لازم يكون في كثافه عدديه، لازم يكون في ضغط على الخصم بشكل كبير، لازم بلغه الكره كده نركب نص ملعبهم. يعني ايه العناصر اللي احنا ممكن نعتمد عليها عشان تحقق الجزئيه ديت؟ يعني بص يا هن، انا شايف ان دايما يعني كل مباراه ولها ظروفها. المباراه اللي جايه انت مفيش بديل ان شاء الله عن المكسب، لازم تكسب طبيعي، فانت لازم حاجه تيجي على حساب حاجه. انت مش معقوله هتدافع كويس قوي وهتهاجم كويس قوي وهتعمل، لازم نكون احنا يعني في حاجه هتيجي على حساب حاجه. تيجي نعمل الاثنين يا كابتن، يا ريت نفسنا تيجي نعمل الاثنين، ندافع كويس ونهاجم كويس. دي بتيجي يعني ايه، يعني مش هنقول لعيبه على مستوى، لا مش بعيد علينا، مش بعيد علينا، بس عايزه تركيز 90 دقيقه، وعايزه التزام، وعايزه ربط ما بين الخطوط على الاقل. مش في المرحله دي يعني. طيب. يعني انا اقصد مش في المرحله دي، خلينا في الادوار اللي كابتن كده يعني. محمد بيتكلم هجومي وعنده تحفظ، خلي بالكم من الحته الدفاعيه ما تضمنش ايه اللي يحصل. يعني انا بتكلم على ان في دايما شايف في الماتشين اللي فاتوا في جاب كبير قوي ما بين المدافعين ونص الملعب والفرود، حاسس ان احنا العمليه ممطوطه شويه. مظبوط 100%. ودي احساسي ان بعض اللعيبه اللي موجوده ورا خايفه من السرعات، خايفه من السرعات، فده مش كويس، لان الجاب الكبير ده انت بتشوف في الماتشات التانية اللي بتتلعب نص الملعب على طول، الكوره التانية الفرقه بتاخدها بتلاقي واحد ضاغط، طبعا ضاغط جامد، والفاولات التكتيكيه يعني هي عنوان المباريات اللي فاتت دي. مزبوط. كلها مهمه جدا جدا، ما تخليش واحد في نص الملعب ياخد الكوره ويرقص ويلف بيعمل مساحات، لان في سرعات. ده حصل مع عمر مرموش حتى مباراه غانا، كل الراجل ما يجي يعدي في فاول تكتيكي، في قوه وفي خشونه لكن بيوقفه. ده يبقى سيستم عند الناس كلها، وخصوصا في الهجمات اللي علينا اللي هي مرتده في نص الملعب. أوكي. عشان تعمل دي برضو لازم يبقى فيه قرب شويه. مظبوط. ولازم يبقى فيه زي ما عمرو قال واحد زي مروان عطيه، انت بتتكلم على واحد 6 6 وال6 و10 6 و5 هو 6 قطع هجمات قدام الاثنين المساكين، طبعا ما بيعملش الا دي، مش مطلوب منه اكتر من كده. احنا الماتشات اللي فاتت حجازي وعبد المنعم اللي بيلعب الطويل، طب ازاي يعني؟ ودي هي دي الكره اللي احنا بنلعبها، بنلعب الطويل ده، يعني نفضل ننقل لغايه ما واحد يضغط عليك بقى ما تعرفش تنقل للمساك الثاني، تروح لاعب واحده طويله يا تيجي صح يا تتقطع يا تيجي عليك ثاني، ما ينفعش. بعدين يا كابتن محمد اللي بيجي ياخد منك بيجي ياخد منك من عندك، من عندك تعطلك انك تقدر تزيد. بالظبط كده، عشان كده بقول لك النقله دي لازم تبقى في نص الملعب الثاني، لازم تبقى ضاغط. وبعدين انت
لازم انا تفكيري يعني ان ممكن الـ في ناس بتقول فتوح ما بداش المباريات اللي فاتت، انا واحد من الناس بقول ان ما كانش ينفع يبدا الماتشات اللي فاتت، ده بعيد عن المباريات بقاله فتره كبيره، الجو هناك صعب، الدنيا صعبه، لياقه المباريات مش موجوده، بس لازم تديله في ماتش زي اللي جاي ده، لا لازم تديله. هتكلم على التشكيل، انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا جدا، والكابتن قال الحاجات يمكن بعض الاخطاء اللي حصلت المباراتين اللي فاتوا وازاي نصححها. انت شايف برضو من رؤيتك كابتن عمرو، من الاخطاء المهمه جدا جدا والسيئه جدا في منتخبنا في خلال الماتشين اللي فاتوا ايه هي، وازاي نعدل ده قدام فريق منظم زي كاب فيردي؟ بص يا كابتن، مش بتحايز وبقول انا بميل لمروان في حته معينه، لا قول لي احنا كنا وحشين في الحته في الجزئيه ديت غير اسماء. بص يا كابتن، في الجزئيه ديت بشكل عام احنا كنا بنلعب فرديه، ما جيناش للجماعيه خالص، يعني الشكل الفردي كان هو رقم واحد جماعيا. المنتخب المصري مش موجود، ما ظهرش، حلو، مش موجود، دي نقطه. النقطه الثانيه، فكرت انك انت بتبقى من الحاجات انك عايز تهدف في ال 18 عندهم، الكره العرضيه غير موجوده نهائي، يعني عندك دلوقتي اداء غير جماعي، ما عندكش كروسات بشكل عرضي. اللي انت كنت بتتكلم على زيزو او بتتكلم على محمد حمدي او بتتكلم على عمر كمال او محمد هاني، ما حصلتش. اتنين، التمركز جوه الصندوق عندنا احنا بالاعتماد ما فيش ربط ما بين حجازي وما بين عبد المنعم. ده على الحاله الدفاعيه بقى، انت بتتكلم على الحاله الدفاعيه عندنا. الثلاث خطوط اللي قال عليهم الكابتن محمد اصعبهم هو نص الملعب اللي يقدر يقرب الخطوط من بعضها في الربط الدفاعي وفي التحول للهجوم، ولا دي موجوده ولا دي موجوده. طب خلينا نحل واحده واحده، نحل واحده واحده مع بعض. احنا اتكلمنا دلوقتي في ثلاث نقط كابتن محمد، عندي نقطه ثانيه ماشي، بس هحط الرابعه عشان تضيفها. حط الرابعه، الالتحامات. ماشي، ليه انت قلت ان مصطفى محمد احسن لعيب في الملعب؟ دي هتيجي شويه عظيمه وروح لك، عايز اقول هو الوحيد اللي بيلعب بقوه وفي كره مشتركه بيدوس وبيخبط مرموش كده وتريزيجيه كده يعني خلينا عمر كمان اكتر واحد لفت، يعني مصطفى محمد دي احد سمات القوه والالتحام. عمر مرموش، عمر حتى تغييراته حتى الترنات بتاعته انه بيشتغل من على الطرف للعمق ايجابي قوي، اتطور كتير جدا في دي من الدوري الالماني طبعا الحقيقة. فاحنا عايزين الالتحامات دي تبقى نمسك بقى واحده واحده الفرق كلها، مش طيب. مش انت اتنين ماشي التلاتة. نمسك واحده واحده تمام. الشكل الجماعي بيقول احنا ما لناش شكل جماعي، تمام، نحل الشكل الجماعي ده ازاي؟ هل بالبيلد اب كويس، هل بالبوزيشن، هل بالضغط اللي قدام وبعدين نستحوذ في نص الملعب، يعني ناخد الشكل الجماعي دوت، وبيجي من اللعيبه جوه الملعب ولا بيبقى في ربط ما بين الخطوط من خلال رؤيه للمدير الفني؟ انا شايف انها يعني غير طبعا التوظيف اللاعبين نفسهم، اللعيبه برضو لازم يعني ايه، انا عارف ان الجو صعب عليهم وكل حاجه، بس احنا خلاص احنا كده ايه، غير أقلمنا. اول ماتش احنا كده بقى لنا يمكن ايه تاقلمنا خلاص 8 9 ايام موجودين، فتاقلمنا على القصه، غير ان في هدف اسمى اللي هو لازم تكسب المباراه دي، لان دي عنق زجاجه طبعا. يا كده يا كده، فانت لازم كمان زي ما قلت ان التحرك بدون كوره بيسهل على اللعيب اللي معاك كوره، ان انت كمان الخطوط لازم تبقى قريبه، اللعيبه لازم تبقى قريبه، اللعيبه ما تخافش، اللعيبه تاخد يعني في ناس عشان ما تغلطش او عشان نفس على الاخر فممكن يستخبى، ممكن ما يظهرش، وبالتالي بيصعب على عمرو معاه كره بتضطر يلعبها طويله بتترد عليك تاني، بتبقى عبء عليك اكتر في الناحيه الدفاعيه، لان الناحيه الدفاعيه بتستهلك منك مجهود اكتر من الناحيه الهجوميه. الكلام ده لازم يبقى فيه توظيف للعيبه انها تبقى قريبه من بعضها، وفي لعيبه بتجيد الوقف على الكوره، يعني زي ما انا قلت برضو الحته الاخيره اللي قبل اللي فاتت دي على طول، ان مثلا فتوح انت ممكن تعتمد على فتوح المباراه اللي جايه، ممكن ما يكملهاش، ممكن يلعب شويه والشوط الثاني على حسب النتيجه تطلعه، بس يبقى موجود، ويبقى موجود كنص ملعب يعني باك ليفت في نص الملعب في الناحيه الهجوميه بتاعتك، عنده حلول يعني عنده كورته حلوه، ما يقدر تدلوش ان هو يقدر يتصرف بشكل كويس، وما تدلوش ان هو خلاص حته السبرنتات اللي ناحيه الشمال عشان يلعب الكورسات دي لا، انت عندك الناحيه الشمال فيها اذا كان تريزيجيه ولا مرموش هيعملوا القصه دي، فما بقتش انت محتاج فتوح ان هو يبقى بلاي ميكر اكتر، لان يعني تستغل فتوح اولا، يعني هو كمان كورساته يمكن افضل شويه من محمد حمدي الحقيقه، لان محمد حمدي بيوصل لنقطه معينه لكن يعيبه شويه الكورسات، الدقه في الكورسات بتطلع طويله شويه قصيره، يمكن فتوح افضل. فتوح كمان يحل موقف بينيه كمان، يحل فردي. موقف واحد على واحد, واحد. كده. يعني بالظبط كده، يعني ده في نص الملعب اما واحد على واحد وبتعدي بتبقى مفتاح كبير قوي للفرقه في المساحات طبعا،
الناس طبعًا. بتبتدي تغير بقى مكانها، بيبتدي يطلع يقابل، بيتسيب مع التحركات الثانيه، بتعمل خلخله. طب يعني اخد من كلامك دي نقطه، ان احنا نحل الشكل الجماعي يبقى في تحرر في الاداء، يعني اللعيبه متحرره بتتحرك كويس، بتظهر لبعض، يبقى في جمعيه في الاداء بشكل صحيح. كويس. طيب نقطه قلتها عمرو مش عارف هتحلها ازاي، التفاهم مش واضح ما بين عبد المنعم وحجازي، هتتحل ازاي دي يا كابتن؟ مش عيب ان انا ارجع للاليه بالكلام، الربط الثلاثي اللي بيبقى موجود ما بين الشناوي وحجازي وعبد المنعم، الكلام في الحته الدفاعيه وفي الحته الهجوميه، حتى في الكور الثابته في الكورنر اللي بتبقى في جوه الصندوق لصالح منتخب مصر، تحس ان هم واقفين مش مركزين يشتغلوا الحل. وليه 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 ما غيرش؟ هو مش عيب ان انا اغير يعني كمان، اديني الحل. الحل انك انت بتعمل الكلمه اللي حضرتك انا بقولها تملي، الكيمياء ياسر ابراهيم، بس كده. ان انا محتاج مساك، عرف مساك، واسيب محمد عبد المنعم يزيد، مش هخلي في حضنه حتى انني في حته. انت بتتكلم في شكل تكتيكي صح، لكن انا بتكلم في الهارموني ما بين، وده اللي قلته. يمكن حتى انا كنت اتمنى حجازي ليه، يعني لعيب كبير ما فيش شك، يعني وقائد وكابتن منتخب مصر، مش هقيمه في ماتش، مش هقيمه، لكن انا بتكلم الحاله العامه، ان الافضل ان ياسر ابراهيم راجل جاي توب فورم وجاي مع النادي الاهلي، بيلعب جنب وعارف عبد المنعم بيتحرك ازاي. مع احترامي برضو للجميع، وليه انا ما قيمش كمان؟ ما انا بقيم، مش بقيم حجازي كتاريخ، انا بقيم في حجازي الملعب، في الملعب الماتشين اللي فاتوا، في حاجات باينه واضحه، انا ما دي اللي كابتن محمد قال في حاجات مشكله كبيره احنا عديناها كده، السرعات اللي انا بتدارى منها عشان هتسبب لي مشكله. احنا بنقول بقى ياسر انا بلعب على قد امكانياتي، وعندي اجاده العاب الهواء والتكالنج، وعندي السرعه، طب ممكن وطورت تاخد من الإضافة. نفسي واحضر. طيب ممكن تاخد الاضافه كمان، قول ان انت محتاج واحد زي ياسر كمان ان شاء الله لما تكمل المشوار، لان حجازي مش عليك. هيستحمل كمان يا جماعه الماتشات دي كلها. انا بتكلم كمان انك حتى المباراه زي اللي جايه ديت محتاجه ياسر، بس علشان حتى لو بعد كده هتلاعب حجازي الماتش اللي بعديه هتحتاج ياسر في دور 16 في دور 8 او بعدين ما انت ممكن توصل لادوار هتلعب اكسترا تايم، فمحتاج لا قدر الله حد يعني حد دي مهمه قوي. شوف يا كابتن، انت حضرتك قلت انت كنت محمد ياسر مروان الليبرو المقلول اللي بيلعب قدامهم، الجماعيه بقى لهم سنين بيلعبوا مع بعض سنه او اتنين، ادائهم ودي مهام معينه لحمدي فتحي، انا مش طاير 8 وخلاص، لا مهام في وقت الدفاع ببقى 6 وفي وقت الهجوم ببقى 8. اول مره اديت مهام لامام كان عنده ميس باس في البدايه، اما اديته مهام من البدايه يمكن في التقييم هو وعمر مرموش ومصطفى محمد احسن اللعيبه اللي خدوا تقييم اداء في مباراه غانا. في نقطه كمان دي مهمه، في نقطه كمان مهمه، اتفضل. دلوقتي انت العدد اللي واخده معاك ده كله مفترض ان انت واخده عشان دي بطولة مجمعة، ماتشات قريبة، اللي بيكمل لأدوار أخيرة بيلعب له أكتر من 6-7 ماتشات، ماتشات كلها صعبة وتحت ضغط واوا، فلازم الناس اللي موجودة دي كلها تاخد عشان تكمل معاك. مفيش فرقة في الفرقة دي كلها فيها ناس مش هتلعب، كل الناس لازم هتلعب، ما بين انذارات، انذار تاني، ما بين اصابات، ما بين اجهاد، ما بين حاجات كتيره جدا لازم الناس تاخد، فلازم تدخل أنا الناس. انا معاك. طب هقف عند النقطه دي خاصه لان كمان هاخد رايكم بس بعد الفاصل، يعني السؤال لحضراتكم، في بعض الناس بتقول احنا كده كده ان شاء الله هنكسب فريق الكاب فيردي، لان الفريق وصل بصفه رسميه للدور الثاني بست نقاط، وبالتالي المدرب هيلعب بالبدائل. فانا طيب عايزين نعرف اصعب ليه. هنعرف ان مباراه الراس الاخضر هتكون اصعب ازاي لمنتخب مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن قبل الفاصل كان في نقاش كده واستمر النقاش الحاد ما بيننا واحنا بره الهوا. الحقيقه بعض الناس او بعض يعني الناس بتتكلم على المباراه اللي جايه امام كاب فيردي، و كنا النهارده منتظرين نتيجه كاب فيردي مع موزمبيق، والناس قالت طب الحمد لله ان كاب فيردي كسبت 3 خلاص كده عندها 6 نقاط، اتاهلت بشكل رسمي، وبالتالي مباراتها بالنسبه لمباراه مصر هيكون تحصيل حاصل وارد جدا، او اكيد المدير الفني هيقعد اللعيبه الاساسيه ويبدا باللعيبه اللي ما شاركتش في المباراتين اللي فاتوا، وبالتالي المباراه قد تكون سهله. اعرف رايك كابتن عمرو، لان انت قلت طيب قبل ما اخد اجابتك عمرو، معانا طبعا الكابتن الكبير وخبير التحكيم الكابتن ناصر عباس معانا على التليفون. ومساء الفل يا كابتن.
مساء الخير عليك كابتن هاني، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي والنجوم الكبار كابتن حسيس والكابتن عمرو. بنستمتع بادائكم، حاجه محترمه جدا وحاجه جميله بصراحه. ربنا يخليك يا كابتن. يمكن قبل البطوله كان كل الناس يعني بتقول ان احنا ان شاء الله باذن الله منتخبنا هيأدي بشكل كويس، وان شاء الله باذن الله هنقدم كره حلوه، و و على الجانب الاخر كان في تشكيك في التحكيم المصري والحكام اللي رايحين الكاف او الكان الحقيقه، ولكن ظهر العكس لغايه دلوقتي، اداء اكتر من رائع لحكامنا في طبعا في كوت ديفوار. الجانب الاخر تذبذب واضح في اداء منتخبنا. عايز اعرف رايك او تقييمك لي يمكن المباريات اللي ادارها التحكيم المصري في ابيجان 2023. بالظبط كابتن هاني، هي البدايه كانت بدايه مطمنه جدا وبدايه جيده، اختيار 7 حكام من مصر في البطوله، ودي اول مره تحصل يا كابتن هاني ان يتم اختيار 7 حكام. اول مره. اول مره، يعني احنا كان عندنا 3 حكام ساحه او صفاره، امين عمر، محمد عادل، محمد معروف. عندنا حكمين مساعدين، احمد محمود ابو الرجال واحمد حسام طه، وكمان عندنا على تقنيه الفار محمود عاشور ومحمود البنا. الجميل جدا يا كابتن هاني في البدايه اللي حصل ان تم تعيين طاقم تحكيم بالكامل في المباراة الافتتاحية، وهي دي في الحقيقة طبعا كانت حاجة جميلة جدا. تحكيم كامل بمعنى ساحة وحكم مساعد وفار كمان، كل كان الطاقم مصري كله؟ بالظبط كده، يعني كان أمين عمر الحكم الميدان، وكان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين، وكان محمد معروف حكم رابع، وكان على تقنية الفيديو محمود عاشور ومحمود البنا. اختيار الستة دول يا كابتن هاني في المباراة الافتتاحية موضوع مش سهل جدا، وكان اختيار صعب من اجل الحكام في افريقيا ان يتم اسناد المباراه الافتتاحيه لطاقم تحكيم مصري بالكامل. هم كانوا عندهم مسؤوليه كبيره، وفعلا كانوا قد المسؤوليه، قدموا نموذج رائع جدا للتحكيم المصري يا كابتن هاني بجد. يعني لما نيجي نروح لامير عمر، وانت في جمله شهيره جدا بتقولها معايا في البرنامج لما اكون موجود مع حضرتك، ازاي الحكم يستمتع بادائه التحكيمي؟ مظبوط. ودي لحد دلوقتي ان في حكام كتير مش عارفه تستمتع بادائها التحكيمي. هذه المباراة أعتقد 6 حكام استمتعوا بأدائهم التحكيمي، قدموا مردود طيب جدا جدا للتحكيم المصري. مفيش ولا مرة أمين عمر راح للفار، ودي حاجة جميلة جدا تحسب لطاقم التحكيم نتيجة التفاهم. أيضا أمين عمر كان عنده قراءة يعني لطرق اللعب، ودي مهمة جدا يا كابتن هاني إنك أنت تبقى دارس كويس قوي قوي المباراة، سواء كان من طرق اللعب أو التحركات. دي كانت المباراة الأولى اللي كانت أمين عمر، وهو يمكن هو إدى ثقة كبيرة جدا لبقية الحكام في البطولة. صحيح. بعد كده تم تعيين محمد عادل في مباراة مهمة جدا جدا كابتن هاني. أيضا كان معاه مباراة مالي وجنوب أفريقيا. لعب محمد عادل مع أبو الرجال، ولعب مع أحمد حسام طه، عملوا مباراة كبيرة جدا جدا جدا. إن شاء الله بكرة إن شاء الله عندنا مباراة، وتحكيم مصر أيضا محمد معروف بيدير مباراة موريتانيا وأنغولا. يعني الحمد لله تحكيم مصر ماشي بشكل كويس قوي 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 قوي، قدم مردود كويس قوي قوي في هذه البطولة. عاوز أقول كمان إن الحكام المصريين النهارده كابتن في هدف كبير جدا، إن أنا أتوقع إن شاء الله يعني سيتم اختيار طاقم تحكيم إن شاء الله مصري بالكامل في بطولة كأس العالم 2026 نتيجة الأداء اللي احنا شفناه في البطولة الأفريقية. عندهم مسؤولية كبيرة جدا، هم نجحوا وماشيين كويس، ولكن في مباراة في الدور الثاني هتبقى صعبة. أتمنى إن شاء الله بإذن الله إن هم كمان يكملوا المشوار ويأدوا نفس الأداء اللي هم عملوه يا كابتن هاني في المباراة. السؤال بس السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي أو الناس كلها بتتكلم، طيب عندنا حكام كويسين وبيديروا مباريات صعبه، مباراه افتتاحيه الكان 2023، مباراه افتتاحيه، مباراه صعبه، مباراه مش سهله من الضغط الجماهيري، كل رئيس الاتحاد الدولي كان موجود، رئيس الكاف كان موجود، ففي ضغوط على الحكم، وبالتالي خرج بالمباراه بشكل اكتر من رائع. هيقول لك طب ايه الفرق ما هم بيحكموا بره وفي مصر؟ هل احنا مش شايفين هذه الكفاءه هنا في الدوري المصري؟ ما عندناش لسه على مستوى السوشيال ميديا الثقه الكبيره في حكامنا، ويفتقد الثقه في نفسهم، وبالتالي بيظهروا ساعات باداء ممكن ما يكونش مرضي. على الجانب الاخر هم شايفين
الناس هناك ازاي بتتعامل مع الحكم المصري بثقه وبتدي له الثقه وبتدي له مباراه افتتاحيه، ده على الجانب النفسي بيفرق بالنسبه للحكم يا كابتن؟ ابنان انت حضرتك سالت سؤال ومحتاج حلقه، لان عوامل النجاح دي مش عامل واحد ولا اثنين، ولكن عوامل كبيره جدا. يمكن كابتن عمرو وكابتن حشيش يعني يتفقوا معايا، عندما توفر العوامل والنجاح للحكم، احنا بنتكلم النهارده هم موجودين في بطوله مجمعه، كل شغلهم الشاغل، هم قاعدين بياخدوا محاضرات، بيبتدوا يشتغلوا عملي في الملعب، بتوفر ليهم كل وسائل السبل عشان تنجح. دي حاجه مهمه جدا حضرتك بتكلم فيها، وفي ناس كتير بتسال هو ايه الفرق يعني، وده سؤال مهم جدا البعض بيسال فيه، هو ايه الفرق ما بين التحكيم المصري في الدوري المحلي والتحكيم المصري في البطوله الافريقيه؟ التركيز زياده يا ابو كباتن، التركيز زياده عشان الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي ومباراه الكافه. الله عليك الله عليك كابتن حشيش بتكلم، اولا الدوافع موجوده كتيره جدا يا كابتن حشيش، هو زي ما حضرتك قلت كده ان هناك في تنافس كبير جدا جدا، والكل عارف ان دي بطوله ولازم انت كحكم يبقى عندك نسبه التركيز عاليه جدا، لازم أن تبذل فيها كل جهد عشان خاطر ليه؟ لان من هذه البطوله ممكن هيتم اختيار الحكام في معسكر الاتحاد الدولي اللي جاي، اللي هيكون جاي هيتم اختيار معسكر للحكام لبطوله كاس العالم، فالتركيز موجود، المسؤوليه موجوده، هم ذات نفسهم كمان يعني عليهم عبء، هم بيمثلوا التحكيم المصري وهم كانوا عند المسؤوليه كابتن هاني. بنتكلم على عوامل كتيره كمان، الاجواء يعني انت بتتكلم في مباراه افتتاحيه جمهور، وفي حكام بتحب تلعب قدام الجمهور يعني حقيقي. الحكام لما يبقى في جمهور الحكم زي اللعيبه، اللعيبه تحب تلعب قدام جمهور، زي الممثل بيحب يمثل على مسرح امام جماهير، وبعدين الفرق مش عامله اي ضغوط على الحكم هناك. يعني وعدم وجود ضغوط، والفرق كلها الحقيقه ملتزمه بشكل كبير جدا، ودي نقطه بتساعد الحكم. شخصيه الحكم اكيد مهمه، لكن كمان يعني تعاون اللاعبين، لانهم كلهم بيلعبوا في اوروبا ومعظمهم بيلعب في اوروبا يعني، فعارفين ان الموضوع الكلام مع الحكم كتير والمناقشه كتير اللي بتحصل هنا في الدوري المصري مش موجوده. عايز ازيد على ده كمان يا كابتن، ان كمان حكامنا بيلعبوا باسم مصر زيه زي اللعيب، يعني بيقول الحكم المصري اكس والحكم المصري اكس اذا كان على الفار، وبالتالي هم كمان عندهم مسؤوليه ان هم بيلعبوا باسم مصر، وعندهم طموح باذن الله ان هم يتواجدوا في كاس العالم 2026. كابتن هاني حضرتك قلت وكابتن حشيش وعمرو قلتوا كلام جميل، وهي المسؤوليه نمره اثنين. العوامل النجاح وانا قلت حضرتك كتيره جدا جدا، من ضمنها احترام اللاعبين للقرارات التحكيميه، يعني في احترام وفي ثقافه تحكيميه عند اللاعبين صحيح، ان هم ازاي يحترموا الحكم. هتبص تلاقي الحكم بيلعب في اجواء مش مضغوط نمره واحد. نمره اثنين كمان التفاهم ما بين حكام الساحه وحكام المباراه يا كابتن هاني، وده اللي احنا نفسنا نشوفه في الدوري المحلي. بمعنى ايه؟ كابتن هاني انت حضرتك حكم وانا مثلا حكم فار معاك، لما بجيب الكابتن هاني في لعبه بجيبه طبقا للبروتوكول، وفعلا اللعبه بتبقى محتاج تجيب فيها الحكم. اللي بيحصل عندنا للاسف، واحنا يعني يا ريت احنا الاخطاء ديت نبعد عنها، عايزين نتعلم اكيد لسه، اختلاف الحكم مع الفار. يعني عندنا في دور محلي بيجي الحكم للفار ويشوف حاله، وبيبقى الحاله فيها فعلا المخالفه موجوده، وبيرجع الحكم ياخد قرار تاني. هناك في لجنه الحكام في افريقيا مفيش الكلام ده يا كابتن، ما يقدرش يعني يعمل كده، في حساب. يعني انا طالما جبتك معنى كده ان انا عندي طبقا للبروتوكول حاله واضحه انت يمكن ما شفتهاش، ولا بنسبه 100%. يا كابتن ناصر عايز اقول حاجه بس يا كابتن ناصر. ايوه. الطبيعه بص هي اصلها ثقافه واحده وطبيعه واحده للمصريين، زي المصري جوه بلده ما يتبعش التعليمات، اول ما يطلع بره ويخش في منظومه بيلتزم. هو نفس القصه هي بس عشان طبعا اتفضل. بص يا كابتن حشيش هقول لك على حاجه مهمه قوي، ده اللي انا نفسه اللي انت قلته ده نفسي يتطبق هنا. بمعنى ايه؟ عشان كده بنقول ايه، تعيين حكم الفار يا كابتن هاني لابد ان هو يكون حكم عنده خبرات كبيره جدا جدا جدا، يكون مستواه يعني يكون زي مستوى الحكم. ما احط حكم دولي هنا في مباراه محليه، لابد ان انا احط له حكم فار في مستوى الحكم. ليه؟ لان النهارده الحكم الصغير على فتنه الفار ما عندوش خبرات، بما يجيبوا في حاله هو الحكم الفار احيانا خبرته قليله، بيجي الحكم الدولي مش مقتنع، هو ده اللي بيحصل المشكله. ولكن لما نلاقي النهارده محمود البنا، محمود عاشور على الفار هناك، حكام لعبوا مباريات كبيره، حكام عندهم خبرات، لما بيجيب الحكم ما بيهزرش. ولخصها لك يا كابتن في حاجه واحده، كلمه واحده بس، معلش انا اسف وهسكت يعني. بره ما فيش معلش، هنا في مصر في معلش. دي اليافطه يعني، دي اليافطه بس. هو احنا كابتن اختصارا طبعا يعني حضرتك
يعني دايما بتنورنا بارائك، لكن خلينا نتكلم كده عنوان عنوان كبير، ان يعني التحكيم المصري مازال بخير، لسه عندنا بعض الدروس اللي لازم نتعلمها، سواء للحكم او سواء كمان ثقافه اللعيب وعدم وضع الحكم تحت ضغوط. لسه قدامنا مشوار، اكيد لسه قدامنا مشوار عشان التحكيم المصري يعني يكون متواجد بقوه في البطولات الافريقيه والبطولات العالميه. كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا. عندك حاجه اخيره عايز تقولها؟ هو عاوز اقول ان هو زي ما قلت لحضرتك التحكيم المصري حاليا حتى الان يا كابتن هاني هو في مصاف التحكيم الافريقي. انا بقول لهم يا جماعه خلي بالكم دي البدايه، البطوله لسه طويله. صحيح. حاولوا تحافظوا على مستواكم لان كنتم المفروض تبعدوا يعني تروحوا في نقطه ثانيه، وهي ان شاء الله باذن الله على الاقل لو منتخبنا وصل للنهائي يبقى انت النهارده بتلعب مثلا دور الثمانيه ودور الاربعه، مهم جدا جدا. بالتوفيق لمنتخب مصر كابتن هاني وبالتوفيق للتحكيم المصري ان شاء الله في الفتره. شكرا اللي شكرا جزيلا كابتن الكبير خبير التحكيم الكابتن ناصر عباس، بنشكرك شكرا جزيلا. هاني انت لعبت في اكبر دوريات في العالم، الدوري الالماني، اللعيب في درجه ثالثه زي ثانيه زي ممتاز، القانون بيتطبق على الكل مفيش شك، صارم وتطبيق مفيش كذا اصل ده لا ده ماتش اصله سهل، ده الماتش ده مش عارف مش بتاع صعود، ده لا احنا عندنا الحاجات دي موجوده، القانون بيبقى فيه شويه ايه يعني. هو ده اللي اتكلمنا فيه، التحكيم المصري الحقيقه تحكيم بخير، عندنا كفاءات ولكن لازم نوفر الامكانيات كلها عشان نقدر كمان نحاسب في الاخر يعني. طب نرجع لمنتخبنا، يعني قدامنا خمس دقائق عايزين نتكلم على التشكيل من وجهه نظر كابتن محمد، التشكيل الامثل اللي يبدا به روي فيتوريا مباراه كاب فيردي. يعني انا بقول سريعا بقول ان الشناوي طبعا تمام. بقول يرجع محمد هاني تاني، يعني محمد هاني مكان عمر عمر ياسر ابراهيم مكان حجازي محمد عبد المنعم يلعب بفتوح المره، احمد فتوح مكان محمد حمدي بالظبط نص الملعب. عندنا كده تغيير ثلاث تغييرات تمام. نص الملعب مروان مكان النني يلعب قدامه بقى، ودي اللي هتبقى غريبه شويه، ممكن يلعب بتريزيجيه ويلعب بامام عاشور، ازاي بقى دي ممكن نفسرها؟ قدام هيلعب بزيزو ومصطفى محمد ومرموش. المباراه دي مش عايزه مراكز ثابته، عايزه مفيش مركزيه في اللعب. انت قلت تاني بس خلينا نص الملعب بتكلم مروان عطيه ستة على يمينه امام ولا على شماله؟ على يمينه امام وعلى شماله تريزيجيه. هيبقى حته الشمال دي اولا انا مش طالب من فتوح مهام هجوميه انه يوصل للخط ويلعب، بيلعب من الحته اللي هو فيها كنص ملعب ماشي، بس مطالب في وقت من الاوقات ان اصل كمان انت لو بتلعب عمر مرموش قدام فتوح يبقى مطالب في وقت من الاوقات، وده طريقه عمر مرموش انه بيخش على جوه بالظبط، ولازم في الحاله دي ان انت عندك تريزيجيه امام وفتوح، فهي العدله عندك تريزيجيه ناحيه الشمال برضه نفس القصه، مش دخل ممكن يطلع. انا مش طالب من فتوح نوصل للاخر، لان فتوح طيب بيجيب السرو بس عايز فتوح للحته الدفاعيه بس حتى في نص الملعب وبلاي ميكر من نص الملعب يظبط طيب. الحته دي يبقى قريب من شويه من مروان، يبقى تشكيل الكابتن محمد حشيش بيتكلم على محمد هاني، بيتكلم على ياسر ابراهيم، جنبه عبد المنعم واحمد فتوح، نص الملعب فيه تغييرات عايز اغير بسرعه ولا لا مش هغير انا بس هقول ليه الماتش ده عايز يخلص من بدري تمام ماشي من بدري انا متفق معاك من بدري، وبعدين بقى رجع الامور طيب لطبيعتها اكمل بقيه التشكيل ماشي. مروان عطيه مكان النني ويلعب على يمين مروان، هيلعب امام عاشور، على شماله تريزيجيه، الخط الامامي الثلاثه اللي قدام بيتكلم على زيزو في الجناح ومصطفى محمد وعمر مرموش. كابتن عمرو الشناوي ماشي، عمر كمال زي ما هو ماشي، ياسر وعبد المنعم تمام، فتوح حلو قوي، 2 6 حمدي ومروان جميل، زيزو امام مرموش مصطفى محمد، زيزو امام مرموش مصطفى محمد. انا بعمل الربط ما بين حمدي وفتوح ومرموش، وبعمل ربط المروان في جميع الخطوط، بلعب على المان بتاعهم اللي هو اكثر لاعبي تسديد اللي هو مونتيري اللي هو احرز الهدف من الزيده، 4-2-3-1 حمدي هديله مهام هو ومروان، ولو تفوقت اقول لحمدي كمل 8، يبقى مروان بتتحول لطريقه اللعب 4-1-4-1. من ناحيه اليمين زيزو الجنب اليمين اللي هيشتغل فيه هو عمر مرموش وبيميل عليهم مروان عطيه، مصطفى محمد عشان ادي الشغل اللي هو اللي مصطفى بياخد معاه لعيبه، بيدي اريحيه معينه في الدخول لجوه من عمر مرموش، وبدي شغل
لفتوح اللي هو بيعرف يشتغل فيه واحد على واحد، فتوح احسن واحد يشتغل بيه شغل معلول شويه مع النادي الاهلي. بالظبط بالظبط، يعني شغل علي معلول انه بيطلع وبيطلع كوره كويس. انا بعرف اشتغل كويس في الحته الهجوميه بالبلدي، صيع كوره بيمسك الكوره وبيتحنجل عليها بيقدر يحل، حتى لو قفل بيرجع تاني ويعرف بيعرف يسلم. محتاج حاجه زي كده. طيب بس انا اطمنك انه مش هيحصل الكلام ده يعني. ولا هيحصل انت ولا اطمنكم يعني. نتمنى، انا متفق معاك في جزئيه مهمه جدا، ان انت يعني انا متفق مع يعني مع عمرو شويه، مش شايفها قوي موضوع تريزيجيه في وسط الملعب وان يبقى عمر مرموش، لان الاثنين مهام شكل بعض. طب ايه رايكم ليه ما يخشش ويدي كهربا مثلا كراس حربه في وقت من الاوقات مكان اثناء المباراه؟ اثناء المباراه اه ماشي اه ماشي، يعني ما انت هتحتاجه. اصل الكابتن محمد اتكلم على اتفقنا على البدايه، مصطفى محمد احنا مصطفى محمد ده لا غبار عليه. لكن انا بتكلم بقى على الاوراق اللي معاك تحت. انتوا اتكلمتوا على العشر او الحداشر اللي هيبداوا، الاوراق الرابحه اللي تبقى معاك تنزل تغير شكل المباراه زي ما غيرناها مثلا بخروج بنزول عمر مرموش ومصطفى ومصطفى فتحي. دي على حسب النتيجه هاني. انت ممكن تلاقي الكلام اللي احنا قلناه ده بعد مثلا ما تجيب جون او جونين، هتلاقي الدنيا دي اتغيرت وناس كتيره في الملعب اتغيرت ولعبت بالطبيعي بتاعك. طب كم بقى عشان هننهي الحلقه؟ هنكسب 2 ان شاء الله يعني. 2-0 لمنتخب مصر ان شاء الله. 2-0 يا كابتن ان شاء الله. 2-0 منتخب، بس تبقى زي ما بيقولوا غير بس بقى عمرو. لا استدعاء الروح، يبقى هم عندهم العزيمه ده. اه طبعا لا لا ده اساس. 2 من غير الروح ما تسالش. ده اساس. ده اساس. كابتن محمد بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. كابتن عمرو نورتنا وشرفتنا، الشكر متواصل لحضراتكم. كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله باذن الله. انا متفائل، عندي امل كبير، عندنا ثقه في لعيبتنا، وان شاء الله باذن الله نشوف مصر في دور ال 16 وبعد كده مباريات النوك اوت احنا نعرف نشتغل فيها بشكل كويس. شكرا لحضراتكم، وهتواصل مع حضراتكم تاني يوم الاثنين القادم، يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.